بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة كلام كتير جدا من امبارح للنهاردة. امبارح كان عندنا مع النجم الكبير كابتن عماد النحاس حلقة هامة جدا الحقيقة، امتدت لغاية الساعات الأولى من صباح الأمس أو صباح اليوم، الحقيقة قعدت لغاية الساعة 2 الصبح تقريبا. الحقيقة حلقة كانت ممتعة جدا والكل أشاد بالحلقة، وعماد الحقيقة اتكلم بمنتهى الاحترام كالعادة. ولكن كابتن علاء عبد الغني في احدى في انترفيو بنعمله مع كابتن علاء عبد الغني وكابتن والمهندس محمد عادل، فكابتن علاء عبد الغني قال مجموعه من المواقف اللي حصلت ما بينه وما بين الكابتن عماد، وحكى كده موقف على موضوع طيب، وقال ان حصل ان في احد المباريات الاهلي بيلعب الزمالك، فعلاء عبد الغني رايح لاحمد غانم سلطان بيقول له انت ما مسكتش ابو تريكه ليه؟ قال له بس اصبر شويه لغايه لما نشوف الطياره بتاعت ابو تريكه. احنا ذنبنا ايه؟ الموضوع بالنسبه لنا ايه؟ الموضوع بالنسبه لنا انا كنت جاي اتكلم مع كابتن عماد النحاس، مع ايه اللي حصل ان علاء عبد الغني اتكلم كلمتين في موقف من المواقف وشرح حاجه حصلت هو شايفها. بالمناسبه علاء عبد الغني لاعب في نادي الزمالك. علاء عبد الغني لاعب في نادي الزمالك، واحد من اللاعبين المحترمين الكويسين اللي عمرنا ما سمعنا ان هو عمل مشكله، عمرنا ما شفناه عمل مشكله اثناء ما كان بيلعب بقوه وبرجوله، حضراتكم فاكرين. فالحقيقه انا فوجئت النهارده طول النهار الناس عماله تقول لك ايه، طبعا من لا يشجع النادي الاهلي هو اللي بيعمل كده، هو اللي عامل الموضوع ده، او بعض من لا يشجع النادي الاهلي، على طول عاطف بيلحقني البعض، بعض من لا يشجع النادي الاهلي عاملين قصه من لا قصه، قصة من لا قصة، حد بيحكي موقف ويا ريته كان بيلعب في الأهلي، هو ما بيلعبش في الأهلي بالمناسبة. يعني علاء ما بيلعبش في الأهلي في الوقت ده، علاء كان بيلعب في الزمالك. وقال موقف حصل ما بين اتنين لعيبة في الزمالك. إحنا مالناش علاقة. طلع البعض وقال لك أصله إثارة يا جماعة إثارة فتن إيه؟ وأنتوا ماسكين ليه للنادي الأهلي على كل شيء؟ كل كلمة بنقولها تلاقي كل واحد طالع يقول لك أصل بصوا إسلام قال كذا، فلان قال كذا، برنامج الخط أحمر قال كذا، برنامج ملك وكتابة قال كذا، برنامج الأهلي الليلة قال كذا. طيب يا جماعة إحنا كل الموجودين هنا الحمد لله بيتكلموا بمنتهى الاحترام والأدب على كل حاجة، من الممكن جدا أن ننتقد بعض الأمور، ولكن بننتقد باسلوب النادي الاهلي وبطريقه النادي الاهلي وبرقي النادي الاهلي، هو ده اللي احنا دايما بنقوله، وهو ده اللي احنا دايما الخط اللي هنفضل ماشيين بيه. لكن حد عمل انترفيو في لقاء مدته 3 ساعات، عماد لقاء كان امبارح للي اتفرج على برنامج سهره معه، 3 ساعات عماد اتكلم في كل ما يخص كره القدم، في ذكرياته وماذا حدث في الاسماعيلي وماذا حدث في النادي الاهلي وماذا حدث في اسوان وماذا كل حاجة، اتكلم في كل حاجة. فعاملين انترفيو مع المشرف العام على كرة القدم في النادي المقاولين المهندس محمد عادل، وعاملين انترفيو مع كابتن علاء عبد الغني المدرب العام للنادي المقاولين العرب. علاء قال كلمتين ما يخصناش في حاجة، موقف حصل ما بينه كلاعب في نادي الزمالك وما بين لاعب آخر كابتن أحمد غانم سلطان، من الناس المحترمة جدا أحمد، فحاجة ما تخصناش. قال لك أصل بتعمل والموضوع وقناة الأهلي، مالها قناة الأهلي يا جماعة؟ مالها قناة الأهلي؟ هو عموما كل الأمور اللي بتحصل دي بتسعدني جدا 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 جدا، بتسعدني الأشياء كثيرة. أولها إن قد إيه إن برامج قناة النادي الأهلي، كل برامج قناة النادي الأهلي قد إيه هي مؤثرة، ومؤثرة بشكل كبير جدا على الجمهور المصري، كل جمهور النادي الأهلي ومن لا يشجع النادي الأهلي. ده بالنسبة لي شيء جيد جدا، أنا كراجل بشتغل في هذه القناة وفخور بأن أنا بشتغل في هذه القناة وسعيد أن أنا أشتغل في هذه القناة. كل مصر بتتفرج وكل مصر حاسة أن البرامج اللي في قناة النادي الأهلي، أنا ما بتكلمش على برنامج واحد، أنا بتكلم على قناة النادي الأهلي. قناة النادي الأهلي هي من القنوات المؤثرة، بدليل انترفيو اتعمل الكلمتين اللي قالهم علاء ما خدوش 3 4 5 دقايق. طيب خلينا نروح نشوف الكلمتين اللي قالهم كابتن علاء عبد الغني في موقف حصل بين لاعب في نادي الزمالك ولاعب اخر في نادي الزمالك، اتقال في وجود كابتن عماد النحاس امبارح في برنامج سهره معه، ونرجع نكمل مع حضراتكم.
يعني احنا لعبنا ثلاث ورابع. فيمكن الجون ده لما جه بالظبط يعني ابو تريكه راح نازل لتحت وكان احمد غانم ماسك القريب. فالمهم ابو تريكه جاب الجون كان له حركه شهيره كده انه بيعمل مروحه بايديه وبتاع. فبقول لاحمد غانم انت ما طلعتش عليه. يا احمد قال لي لا استنى بس كده ببص على المروحه اصل شكلها كويس. يمكن عماد عارف الموضوع ده يعني. اقول له عماد طبعا ربنا يوفقك، انت مدرب محترم، مدرب كبير، تعاملت معاك يمكن كاصحاب بس ما تعاملت اكتر وقربت منك اكتر. حسيت انت قد ايه مدرب، شخصيه كويسه وشخصيه محترمه وشخصيه طبيعيه وتتحب طبعا، ولازم الحمد لله يعني الفتره اللي جايه نقف كلنا معاك لانك مدرب كبير ومدرب كويس. اتمنى ان شاء الله ان انا اشوفك حتى في منتخب مصر كرجل اول مش رجل ثاني، ويمكن جات له بشكل كويس بس هي الفتره. ده كان كلام كابتن علاء عبد الغني. هو قال موقف حصل ما بين اتنين لعيبه في نادي الزمالك. قصه بقى من امبارح الساعه 2 لغايه النهارده وانا داخل القناه. كل الناس عماله تتكلم، انا بشوف طبعا على السوشيال ميديا وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي بشوف قد ايه، بس زي ما قلت لحضراتكم ببقى سعيد جدا الحقيقه. لان احنا دايما عندنا سياسه بنمشي عليها وهي الاحترام والرقي والادب، عمرنا ما بنغلط في حد. امبارح انا وجهت سؤال واضح للكابتن عماد النحاس، شوفوا رد عماد النحاس كان عامل ازاي. كابتن عماد النحاس امبارح بيرد لما بقول له انت متهم بالتفويت في مباريات النادي الاهلي مع المقاولين العرب. رد كابتن عماد النحاس رد راقي، رد محترم، قد ايه هو عند المسؤوليه اللي ملقاه عليه في وجوده كمدير فني لنادي كبير جدا اسمه نادي المقاولين العرب. وبالتالي الناس اتكلمت برضه في النقطه دي امبارح لغايه النهارده برضه طول النهار على السوشيال ميديا. حاجات غريبه جدا بتتقال وحاجات غريبه جدا. راجل اتكلم وشرح وجهه نظره بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب بدون الغلط في اي حد. على الرغم من كميه الكلام اللي اتقال عليه خلال الفتره اللي كانت مباراه الاهلي والمقاولين. ويمكن احنا طلعنا قلنا لحضراتكم هذا الكلام قبلها، قبل المباراه وقبل مباراه الانتاج قلنا لكم برضو ان هيتقال كذا 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 كذا. فالحقيقه انا بشوف دايما ان الحاجات دي لما بتحصل ببقى سعيد، ما ببقاش زعلان ومتضايق، خصوصا ان احنا ماشيين على نفس الاطار اللي القناه حطاه لنا، ان احنا نمشي في اطار ازاي تقدر ترد على كل الناس بمنتهى الاحترام والادب والاخلاق. عمرنا ما هننساق لحد، عمرنا ما هننزل لمستوى حد. وانا هنا اقصد اي حد يتكلم علينا او اي حد يتكلم على النادي الاهلي، هو ده دورنا وده اسلوبنا. احنا بنعلم اجيال، احنا مش بنطلع نزيع، او على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نكون مش انا اللي بعلم يعني، لكن اسم النادي الاهلي دائما ما يعلم اجيال. اسم النادي الاهلي أول ما تقول الأهلي بتقول الرقي والاحترام والأدب والأخلاق والمبادئ والقيم وعائلة الأهلي. هو ده لما بتجيب اسم الأهلي. فكل الكلام ده إحنا على قد ما بنقدر بنحاول نطبقه. البعض بيبعت لي يقول لي أنت في بعض الأحيان ما بتردش على أي إهانة أو لا قدر الله أي حاجة بتحصل ضد النادي الأهلي. لا أنا برد وبرد كويس جدا. ولكن برد باسم النادي الأهلي. ببقى دايما حاطط في دماغي وحاطط أسلوب لازم اتكلم بيه اسمه في الاخر لما اجي اتكلم. انا بشتغل في قناه النادي الاهلي وبتكلم وانا داخل قناه النادي الاهلي، فلازم ابقى عارف انا بتكلم ازاي ولازم ابقى عارف انا برد ازاي، لان في الاخر اسم النادي الاهلي على الشاشه امام حضراتكم كده بتلاقوا قناه النادي الاهلي. فما ينفعش الواحد يطلع يهلفط باي كلام ويقول اي كلام ويشتم ويجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا. لا زي ما قلت لحضراتكم احنا بنمشي في السياسه اللي محطوطه بمنتهى الرقي وبمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام، وبننتقد وبننتقد باسلوب حاد جدا ولكنه او جريء جدا ولكنه محترم جدا. هو ده الاسلوب اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. عمركم شفتوا النادي الاهلي دخل في معركه كلاميه مع حد خلال الفتره اللي فاتت؟ انا جيت هنا في شهر يناير، اول شهر يناير 4/1/2019. فترة كانت صعبة جدا لغاية دلوقتي، هي فترة صعبة جدا وفيها حاجات كتيرة جدا حصلت وفيها أشياء كتيرة جدا، لكن عمرنا غلطنا؟ حد مسك على حد في قناة النادي الأهلي حاجة غلط؟ لأ. ليه؟ ليه لأ؟ لأن كلنا، وأنا ما بتكلمش هنا عن نفسي فقط، أنا بتكلم عننا كلنا، إن قناة النادي الأهلي تحمل اسم النادي الأهلي، وبالتالي كلنا بنحترم هذا الاسم بشكل كبير جدا، وكلنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم
وعارفين ان فوقينا او على الشاشه اللي احنا بنتكلم عليها دي اسم النادي الاهلي. فبنبقى واضحين جدا في كلامنا وفي نفس الوقت منتهى الادب والرقي والاحترام في الرد، وعمرنا ما بنغلط في حد ولا هنغلط في حد. فعلاء عبد الغني كابتن علاء عبد الغني قال هو واحد زميله في فريق تاني خالص ملناش علاقه احنا. يعني واحد حكى حاجه في فريق مش النادي الاهلي خالص. كان بيلاعب النادي الاهلي اللي هو الزمالك. حاجه حصلت ما بين علاء عبد الغني واحمد غانم سلطان. المفروض ان انا اعمل ايه يعني؟ ما زعهاش؟ ليه؟ عشان ايه؟ ما هو في احد لاعبي نادي الاهلي او انا اسف نادي الزمالك طلع وقال لك حاجات ما كانتش بتحصل، مش هقول ايه لان هو شخص يعني انا بحبه الحقيقه. وكان لاعب كره قدم، ياما لعبنا على بعض انا وهو. فانا بحبه وطلع قال لك كلام برضه كلام الحقيقه ما ينفعش ان حد يعلق عليه. ومحدش طلع علق عليه ولا حد نفاه ولا حد قال لك، مع انه كلام طبعا صعب جدا ان هو يتصدق، ولكن مفيش مشكله اللي يقول يقول. فالحقيقه موضوع من لا موضوع وقناه مش عارف ايه جايبه فلان عشان تتكلم على ايه، والراديو الفلاني جايب مين عشان يتكلم عن ايه ويرد، واصل احنا الموضوع كبر قوي. ماشي يا جماعه، ما خلاص ما تتفرجوش على قناه الاهلي النادي الاهلي، انتوا حرين. اللي مش عايز مش عارف اقولها ازاي، ولكن اللي مش عايز يتعلم الاحترام والادب والاخلاق والرقي ما تتفرجوش بقى على قناه الاهلي، انتوا حرين. طبعا انا ما بكلمش جمهور النادي الاهلي، انا بكلم بعض من لا يشجع النادي الاهلي. لكن احنا ودي حاجه كويسه انا عمري ما بزعل منها، كل كلامنا بيروح لكل الناس ودي شيء مهم جدا بالنسبه لنا، شيء مهم جدا وشيء كلنا بنبقى سعداء بيه جدا جدا جدا. انا ما بتكلمش على نفسي بالمناسبه، انا بتكلم على قناه النادي الاهلي عشان ما حدش بس ينسب ان انا بقول على نفسي، انا بتكلم على قناه وعلى شاشه قناه النادي الاهلي. سياسه معينه وبنمشي عليه، هو ده. ليه احنا بنعمل كده؟ حفاظا على حقوق النادي الاهلي. هو النادي الاهلي لما دخل في جدال قانوني، طلعت مع حضراتكم هنا قلت لكم ادي الجواب اللي مبعوث من العميد محمد مرجان رئيس او المدير التنفيذي للنادي الاهلي، مبعوث للمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، ووريت لحضراتكم المراسلات اللي استخدمتها اللجنه القانونيه في النادي الاهلي علشان تبرر موقفها القانوني الصحيح في الوقت بتاع قبل تأجيل المباراة، اللي قال لك أصل هتتخصم من النادي الأهلي 9 نقاط وهيتخصم من النادي الأهلي مش عارف إيه الكلام اللي حضراتكم كنتوا يعني كان في بعض بيتكلم عنه. فأنا مش ذنبي في النهاية بعد كل هذا الأمر، أنا آسف مرة تانية إن أنا طولت في هذا الموضوع، ولكن هو الموضوع أنا حسيت إن هو عمال يكبر 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 من لا شيء. أهو هو ده الهدف تقريبا هو ده الهدف. ده ماتش 4-3 في الكاس. هات لنا المروحه كده تاني عشان واضح ان المروحه دي متعبه شويه. بس ايوه خلينا بقى في المروحه. ماشي خلاص تمام تعال لي. دي كانت مباراه طبعا كل جمهور النادي الاهلي يعلم تماما ما هي مباراه النادي الاهلي اللي هي 4-3 اللي فاز فيها النادي الاهلي في الثواني الاخيره. الهدف ده تحديدا كانت النتيجه 2-1 لنادي الزمالك، والكره اتلعبت راحت لشوقي، اتلعبت بالعرض ابو تريكه حطها جوه زي ما حضراتكم شفتوه كده. مين مغطي مين مش مغطي مش بتاعتنا. مين اتكلم مع مين ولا مين قال لمين ايه برضو مش بتاعتنا، ولكن ضيف او في تقرير من التقارير اللي احنا بنعملها ضيف من الضيوف اللي بتطلع في التقرير قال كلمتين شكرا الموضوع انتهى. الموضوع انتهى وبقى بسيط جدا. فعمرنا ما هننسى المباراه دي، وعمرنا ما هننسى المروحه بتاعت ابو تريك. كده كده هنفضل فاكرين مروحه ابو تريك، ونقدر يعني يا ريت اقدر اعملها لكم كمان، مفيش مشكلة بالنسبة لي. لأن من الواضح جدا إن الكلام ده لكن في النهاية إحنا مش عايزين نزعل حد، مش عايزين حد يزعل مننا، ولكن هي دي طريقتنا وهو ده أسلوبنا وهنفضل ماشيين بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. أنا حبيت بس إن أنا أتكلم في الموضوع ده سريعا عشان يعني جمهور كتير من جمهور النادي الأهلي كلمني في هذا الأمر. طيب، تاني حاجة عايز أتكلم فيها.
على الرغم ان هو لم يعلن رسميا حتى الان، على الرغم من انه لم يعلن رسميا حتى الان مده غياب اليو ديانج او اذا كان مصابا او لم يكن مصابا. المواقع كاتبه، اللي كاتب ان هو عنده تمزق في العضله الضمه وهيغيب شهر، والبعض بيقول ان هو هيغيب اسبوعين. انا شخصيا مش هقدر اقول لحضراتكم حاجه، ان احنا اتكلمنا وقال لك لسه يا جماعه مش عارفين قد ايه الوقت، ممكن يبقى 10 ايام، ممكن يبقى اسبوعين، ممكن يبقى لسه مش عارفين. فبالتالي احنا لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم او لما بنيجي نتكلم مع جمهور النادي الاهلي، لازم المعلومه اللي هتطلع من عندنا بتبقى معلومه صحيحه 100%. حتى هذه اللحظه لم يتم تحديد مده اصابه او امتى هيرجع اليو ديانج مره اخرى الملاعب بعد اصابته النهارده، وهل هي اصابه كبيره ولا مش كبيره، هل هي تمزق في العضله الضمه زي ما بيتقال. كل الكلام ده حضراتكم شايفينه على المواقع، وحضراتكم قريتوه واحنا قريناه وكل مصر قريناه وقريته. لكن احنا هنا في قناه النادي الاهلي لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن مصادر رسميه. فحتى هذه اللحظه لم يتم الاعلان رسميا عن اصابه اليو ديانج وغيابه اذا كان مصاب لمده قد ايه. ولكن اليو ديانج ممكن يغيب، على الكلام اللي مكتوب يعني ممكن يغيب، ممكن ما يلعبش المباراتين القادمتين. طيب حمدي فتحي هيغيب اوريدي خلال الفتره اللي جايه، وحمدي فتحي النهارده كان متواجد في استاد مختار التتش قبل سفره غدا ان شاء الله الى المانيا. فحمدي فتحي هيغيب وقال لي ده، فالناس قلقانه او جمهور النادي الاهلي قلقان، يقول لك ايه، طب ما هو الاثنين بيلعبوا في نفس المكان، هو انتوا يا جماعه نسيتوا حسام عاشور؟ وحسام عاشور ده قيمه كبيره جدا 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 داخل النادي الاهلي، قيمه كبيره جدا جدا، وممكن يلعب بخبرته بس وهو واقف في الملعب كده، ده حسام عاشور. لكن عندك ممكن احمد فتحي نجم كبير جدا، ممكن ادخله اوظفه في مكان تاني جوكر، يلعب ممكن في وسط الملعب، يلعب ناحيه اليمين، مش يعني معرفش. انا بتكلم مع حضراتكم قبل ما يتم الاعلان رسميا اهو كمان، لانه ناس كتيره جدا بتبدي قلقها يعني خلال الفتره القادمه. النادي الاهلي ما يتقلقش عليه يا جماعه، النادي الاهلي وبالمناسبه بقى يعني كويس ان احنا سبحان الله كان هناك انتقادات عنيفه جدا ضد ريني فايلر عندما كان بيقول لك اصل هو ما بيثبتش التشكيل، على طول بيعمل التدوير وبيعمل. عرفتوا بقى فايده التدوير دلوقتي ايه؟ عرفتوا فايدة الروتيشن اللي بيعمله ريني فايلر خلال الفترة اللي فاتت كان عامل ازاي؟ أو كان بيعمل كده ليه؟ لكل من كان يهاجم تدوير ريني فايلر. عندك دلوقتي كان حمدي فتحي اتصاب، فقال لك الأقرب يا حسام عاشور يا اليو ديانج، فاليو ديانج اتصاب. دلوقتي عندك حسام عاشور ممكن يلعب، زي ما قلت لكم ممكن أحمد فتحي يخش في وسط الملعب ويلعب. ممكن يتم تغيير طريقة اللعب كلها، ممكن يغير طريقة اللعب يلعب بدفندر واحد، محدش عارف، احنا ما دخلناش دماغ عشان نعرف. وبالمناسبة الراجل مركز تركيز كبير جدا 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 الفترة دي على الفريق، مش عايز يفكر في أي حاجة تانية غير مباراتي الأولى في الدوري اللي هي من المفترض أن تكون الجونة ومباراة النجم الساحلي، ولا شاغل دماغه بقى هتتلعب في رادس، هتتلعب في مادس، هتتلعب في السباقسي، هتتلعب في النجم الساحلي، مش فارق معاه خالص. هو الراجل فارق معاه الفريق ال11 اللي هيلعبوا والسبعه البدل اللي هيبقوا موجودين من وسط 30 نجم بيختارهم. فحاجات الحقيقه بتحصل بتخلينا دايما، وانا اسف ان انا هكرر هذا الموضوع، حتى الان انا ما اعرفش، ما اقدرش اقول لحضراتكم على الهواء مباشره من داخل قناه النادي الاهلي، ما اقدرش اقول لحضراتكم اليو ديانج مصاب قد ايه، مصاب ولا مش مصاب، ولو مصاب هيقعد قد ايه. ما اقدرش لانه رسميا حتى هذه اللحظه لم يتم الاعلان. فده بالنسبه لاليو ديانج. طب اليو ديانج لو لا قدر الله طلع مصاب وهيقعد اسبوعين زي ما بيقولوا في المواقع والسوشيال ميديا، هيحصل ايه يعني؟ نفسنا كان يبقى حمدي فتحي موجود، كان نفسنا يبقى اليو ديانج موجود، ولكن في نفس الوقت لا، عندنا
عندنا حد في حجم حسام عاشور، عندنا حد في حجم احمد فتحي، عندنا عقل في دماغ ريني فايلر. ما تعرفش ممكن يعمل ايه، ممكن يغير لك طريقه اللعب زي ما كان بيحصل في مباراه الزمالك اما لعب لك اجاييه. كل الناس قالت لك ايه ده، ايه التشكيل الغريب ده، كسبت 3 بطوله السوبر، بعد كده قام بلاعب اجاييه مره تانية، وبعدين دفع بحسين الشحات ناحيه اليمين وعمل تغييره مش عارف فين وعمل ايه وعمل ايه، فضلت تكسب 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 والدنيا فضلت ماشيه كويس. بيقابلنا حظ سيء في المكان ده، بيقابلنا حظ سيء في المكان ده حمدي فتحي واليو ديانج، وحمدي فتحي تحديدا هو اللي كان اقرب ان هو يكمل اللعب فيه مع المنتخب او مع النادي الاهلي، ولكن الاصابه دي قدريه حصلت. ففي مين تاني بقى؟ المنافسه كانت هتبقى ما بين اليو ديانج وحسام عاشور. طب اليو ديانج اتصاب، كنا نتمنى من كل قلبنا ان الاثنين لعيبه دول يكونوا موجودين، ولكن خلاص هو ده الواقع اللي قدامنا هنتعامل عليه خلال الفتره اللي جايه بهذا الشكل، ان حسام عاشور يلعب ممكن، احمد فتحي يلعب ممكن، يغير طريقه اللعب خالص ويلعب بلعيب ديفندر واحد بس يكون اي اسم او اكس من الاسماء اللي موجوده، ممكن جدا اي حد في المجموعه اللي احنا بنتكلم فيها دي يقدر يعمل كل الامور دي. فعشان كده بقول لحضراتكم ما تقلقوش من حاجه، عندنا مدير فني جيد، عندنا طبعا النتيجه دي دائما في الاول وفي الاخر بتبقى بتاعت ربنا مش بتبقى بتاعت حد، محدش يقدر يتكلم فيها. وانا دايما لما بتكلم مع حضراتكم بقول لكم ان كل النتائج اللي بتعرفها كره القدم هي مش نتيجه واحده، مش المكسب بس. ولكن احد الاصدقاء امبارح واحنا في برنامج سهره معه او كتير بيقولوا لنا مشكله الجيل اللي كان متواجد فيه النجم الكبير كابتن عماد النحاس وكابتن بركات وكابتن ابو تريكه وكابتن وائل جمعه وكابتن شادي وكابتن سيد معوض وكابتن جلبرتو، ان هو بيقول لك علمتونا ان احنا نكسب على طول، لكن كره القدم ما فيهاش نكسب على طول، كره القدم فيها مكسب وخساره وتعادل. لكن انت كنادي اهلي لا، انت عندك 30 نجم، 30 نجم بسم الله ما شاء الله، اتصاب اتنين في مكان واحد، حاجه قدريه، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه. وان شاء الله خلال الحلقه لو قدرنا نقول لحضراتكم هل في اصابه، الاصابه هتقعد قد ايه، بنحاول نتواصل يعني مع دكتور خالد ومع كابتن سيد عبد الحفيظ يقول لنا الرسمي ايه علشان نقدر نقوله لحضراتكم من خلال قناه النادي الاهلي. وده دايما اللي انا بقوله لحضراتكم، ان انتوا في بعض المواقع انا شايفها وصلت لثلاث شهور والشهرين في اليو ديانج، ما اعرفش ضمت ايه دي، انا اسالوني انا على الضمه بقى، يعني اسالوني انا على الضمه يعني. ففي كلام بيبقى مبالغ فيه قوي بغرض احباط او يعني تصدير الاحباط لجمهور النادي الاهلي، ولكن ده مش هيحصل ابدا. ليه؟ لان انت عندك نجوم كبيره جدا جدا في كل مكان الحمد لله، وما عليك الا ان انت تبذل مجهودك عشان المدرب يحطك في المكان اللي هو عايز يلعبك فيه خلال الفتره القادمه. النهارده 17 نوفمبر، 17 نوفمبر هو يوم من الايام الجميله جدا جدا في حياه المصريين وفي حياه الاهلاويه. في حياه المصريين لانه في 17 نوفمبر 1990 وصول منتخبنا الوطني المصري الاول بقياده النجم الكبير كابتن حسام حسن والنجم الكبير كابتن احمد شوبير والنجم الكبير كابتن ابراهيم حسن والنجم الكبير كابتن احمد الكاس ومجموعه كابتن اسماعيل يوسف وكابتن هاني رمزي وكابتن احمد رمزي وكابتن ربيع ياسين وكابتن مجدي عبد الغني وكباتن الكبار كله، كابتن جمال عبد الحميد كل وكابتن مجدي طلبه، كل الكباتن الكبار اللي كانوا موجودين. قد ايه اسعدوا الشعب المصري، وقد ايه كان مصر في ذلك الوقت كانت سعيدة جدا 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 بسبب وصولنا لتاني مرة في حياتنا. وفي إيطاليا برضو 1990 لكأس العالم زي ما قلت لحضراتكم مع الراحل الله يرحمه واحد من المديرين الفنيين الكبار جدا جدا الكابتن محمود الجهري، توفاه الله، ولكن تظل دائما ذكراه عطرة في قلوب كل المصريين. خدنا بوركينا فاسو برضو في 98 وكانت من البطولات الصعبة جدا للكل شكك في المنتخب المصري مع الراحل الكبير كابتن محمود الجهري، ولكن 17 نوفمبر 1990 هو لحظة وصول منتخبنا الوطني
إلى كأس العالم إيطاليا 1990، كانت من اللحظات الجميلة جدا جدا، ده بمناسبة مباراة مصر بكرة إن شاء الله. أيضا كان في فرحة تانية، ولكن هذه الفرحة خاصة بجمهور النادي الأهلي. قبل ما جمهور النادي الأهلي يسافر إلى رادس في 2012، جمهور الأهلي ردد قال لك هاتوها من رادس، هاتوها من رادس. طبعا نجوم كثيرة جدا وما زال منهم اللي موجود في النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، كابتن وليد سليمان اللي كان له فضل في إحراز الهدف الثاني في هذه المباراة الرائعة جدا والصعبة جدا 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 اللي قدر النادي الأهلي فيها أن يفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة. وهي الأهداف أمام حضراتكم، لو حضراتكم تتذكروا هذه المباراة كان ثلاثة من النجوم الكبيرة جدا، كابتن بركات، كابتن أبو تريكة، وفوجئ الجميع بجده وسيد حمدي ووليد سليمان، هم اللي بيلعبوا هذه المباراة، وربنا كرمنا وقدرنا نفوز وقدرنا نحرز اللقب مع المدير الفني الحالي لمنتخبنا الوطني والمدير الفني للنادي الأهلي في ذلك الوقت كابتن حسام البدري، وقدرنا نفوز بهذه البطولة. كانت أيضا يوم 17 نوفمبر، من الأيام الجميلة جدا جدا ومن الشهور الجميلة جدا جدا لكل الشعب المصري وكل الأهلوي. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع بقى اتكلم مع حضراتكم عن اخبار النادي الاهلي خلال التمرين اليومين ثلاثه اللي فاتوا والفتره القادمه ان شاء الله. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ارجع اكمل معاكم. برضو ما اتكلم عن اخبار النادي الاهلي، مهم جدا، عندنا مباراه هامه جدا 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 بكره ان شاء الله، مباراه من سبحان الله، يعني فجاه بتلاقي منتخب جزر القمر اصبح واحد، او مباراه منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر واحده من المباريات الصعبه جدا والمهمه جدا، على الرغم من انت كمنتخب مصر يعني من المفترض ان انت، انا بتكلم تصنيفا طبعا، ولكن هم ناس فوق دماغنا ولعيبه فوق دماغنا وكل حاجه، ولكن انا بتكلم على الاقل في التصنيف، انت في حته وهم في حته تانية خالص، انت في مكان وهم في مكان تاني خالص، والتاريخ بلاش يعني، خلينا نتكلم تاريخا او تاريخيا، تاريخيا منتخبنا الوطني في حته وجزر القمر في حته تانية خالص. تخيلوا حضراتكم منتخب جزر القمر لعب كم مباراة في تاريخه؟ كم مباراة دولية يعني المنتخب بتاعهم لعب كم مباراة؟ 84 مباراة. قد تقريبا نص اللي لعبه مع أحمد فتحي. مثلا يعني. وهي كرة القدم بالمناسبة لا تعترف بكل هذا الكلام، ولكن لأن أنا قلت لحضراتكم في البداية إيه، هي مباراة مهمة، مباراة صعبة. الله يكون في عون الجهاز الفني الحقيقه اللي حاطط نفسه، معظم اللاعبين بعيدين جدا عن مستواهم، شفنا مباراه في منتهى السوء يعني، واحنا قاعدين لو حضراتكم تتذكروا كنا بنحلل المباراه لواء مباشره، انا اتكلمت تقريبا ساعه الا تلت عن المنتخب الاولمبي في ذلك الوقت وخمس دقائق عن منتخب مصر، عشان كان جوانا احباط وحسره غير طبيعيه الحقيقه من هذه المباراه ومن هذا الشكل. ما ينفعش تقول مبررات، ما ينفعش تقول ان التوقف كابتن حسام البدري، يعني ما ينفعش تقول ان التوقف الدوري كان بيؤثر بشكل او باخر. بالمناسبه كل الكلام ده اوكي مقبول، ولكن ان تظهر مصر بهذا المستوى السيء للغايه اثناء المباراه، ده كينيا افضل منك. كينيا، منتخب كينيا
اللي اقل منك تاريخيا في كل شيء وتصنيفا في كل شيء، اقل منك تصنيفا ايضا افضل منك في كل شيء، ده راح للجون اكتر منك. فبالتالي احنا عندنا مشكله كبيره، مشكله كبيره جدا جدا في هذا المكان، في 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 منتخبنا الوطني بالكامل. اللعيبه ما تعرفش بتمر من حاله من عدم الاتزان، مش كلهم طبعا، البعض منهم بيمر في بحاله من عدم الاتزان، لياقه بدنيه يعني مش هي دي اللياقه البدنيه اللي احنا متعودين فيها من لاعبتنا، من لاعيبه منتخبنا الوطني الاول. في حاجه مش مظبوطه، في حاجه غريبه. نتمنى بكره، كل الكلام اللي انا بقوله ده حاجه وبكره حاجه تانية خالص. بكره ال 11 واحد اللي هيلعبوا، احنا اجبرنا ان احنا نقول هذا الكلام، اجبرنا يعني خلاص، لان المباراه الاولى اتعادلت والمباراه الثانيه ما عندكش اي تفكير في اي حاجه تانية، ولا تعادل ولا لا قدر الله هزيمه. لان انت تعادلت على ارضك مع منتخب اقل منك تصنيفا. انا ما بقللش من حد، ولكن كره القدم لا تعترف بكل الكلام اللي انا بقوله ده، كره القدم لا تعترف الا بالمستطيل الاخضر. لو كانت لعيبه كينيا لابسين احمر زي منتخبنا، ولعيبه منتخبنا هم اللي لابسين ابيض زي منتخب كينيا، كنت هتعرف، كنت اي حد هيخش يتفرج كان هيقول لك الله، هو منتخب مصر اللي لابس احمر، من كتر ما كينيا كانت بتلعب كره حلوه. الكره اللي كان المفترض ان يلعبها منتخبنا الوطني في هذه المباراه، ولكن مباراه وانتهت بكل ما تحمله من مآسي كبيره جدا، مباراه وانتهت المباراه وخلصت. هنعمل ايه؟ عندنا مباراه بكره، عندنا مباراه بكره ساعة اعتقد 3 الظهر يا جماعه، مش كده؟ عندنا مباراه الساعه 3 الظهر بكره، مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه جدا. مين اللي خلاها مهمه ومين اللي خلاها صعبه؟ الجهاز الفني واللاعبين اللي موجودين في المنتخب الوطني، عليهم حمل كبير بكره. مباراه جزر القمر بالمناسبه كسبت منتخب توجو في المباراه الاولى في لومي، في عاصمه توجو في لومي 1-0. كل اللي يأمله ان هو يكسب منتخب مصر، يبقى عنده 6 نقاط، ومنتخب مصر عنده نقطة واحدة بعد مباراتين. طبعا لسه المشوار، ولكن انا بتكلم مبدئيا بس. حتى كده انت بتعمل كده مع جزر القمر ومنتخب كينيا اللي هم اقل منك، انا لا اقلل من احد، هم اقل منك تصنيفا وتاريخا. فمنتخبنا بكرة محتاج مساندة 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 ومساندة كبيرة جدا جدا من كل الناس. واحنا هنتكلم فنيا عن المنتخب النهاردة، وعندنا كلام كتير جدا يخص منتخبنا الوطني الأول، اللي من الممكن جدا ان احنا نجد فيه بعض التغييرات. بيتقال ان ممكن جدا محمود علاء ما يلعبش، ورامي ربيعة هو اللي يبدأ هذه المباراة. بالمناسبة صحيح، رامي ربيعة ممكن يلعب ديفندر في النادي الأهلي. انا بس كل ما بتيجي حاجه في دماغي بقولها مع حضراتكم اهو. رامي ربيعه ممكن جدا جدا يلعب في وسط الملعب مع النادي الاهلي مش مع منتخبنا الوطني. فما تقلقوش من موضوع الاصابات. اليو ديانج ده لسه راجع من 3-4 مباريات او 3 مباريات جامدين جدا، وكان عمل فيهم هو مجهود كبير جدا، وبالتالي لقد يعني ربنا يرجعه بالسلامه. خلاص خلينا نتكلم في الواقع، حمدي فتحي واليو ديانج هيبقوا بره الفتره اللي جايه قد ايه لسه هقول لحضراتكم. ولكن عندك نجوم كبيره جدا، حسام عاشور، احمد فتحي، رمضان ربيع، رامي ربيعه، اي حد من الثلاثه دول ممكن يبقى موجود برضو في وسط الملعب اذا كان الراجل مش هيغير طريقه اللعب عشان حاجه في دماغه. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. عندنا لعيبه كتيره جدا جدا تقدر تلعب في هذا المكان في النادي الاهلي، فبالتالي ممكن جدا نلاقي رامي ربيعه بيلعب، هرجع مره اخرى للمنتخب الوطني، جنب احمد حجازي. ممكن جدا. ممكن تلاقي احمد فتحي او محمد هاني سيان، الحقيقه الاثنين بيبذلوا اقصى مجهود. الناحيه الثانيه عبد الله جمعه او ايمن اشرف، اي حد فيهم برضو ان كان الاقرب ان يلعب ايمن اشرف. ممكن جدا تجد تغيير او اثنين كمان. لان احنا كان منظرنا وحش جدا في المباراه السابقه اللي عايزين ننساها، عايزين نمحوها من تاريخنا الحقيقه، واحنا قاعدين بنتفرج زهقنا، قاعدين عملنا كده وبعدين بصينا الناحيه الثانيه من كتر ما الواحد مش عارف يعمل ايه. والله يوم المباراه دي احنا كان عندنا المباراه الساعه 6 ل 8 مباراه منتخبنا الوطني مع منتخب كينيا في تصفيات كاس الامم الافريقيه.
بعديها على طول منتخب الاولمبي مع منتخب الكاميرون. في المباراه الاولى قاعد عامل كده وعمال تعمل كده، مش زهقان، مش عارف تعمل ايه، الماتش وحش مش عارف اتفرج عليه. المباراه الثانيه انت لا قاعد متحفز، اللعيبه بتجري، اللعيبه بتتحرك، رمضان بيخش لجوه، مصطفى محمد بيطلع لبره، كريم العراقي بيرفع اوفر الناحيه الثانيه، احمد ابو الفتوح بيعمل تاكلينج. شايف شايف ناس عندها روح وعندها عزيمه وعندها اصرار ان هي تكسب وبتلاعب فريق. انا وجهه نظري ان الكاميرون، منتخب الكاميرون واحد من افضل الفرق اللي كانت موجوده في هذه الدوره. ف كل الدعم وكل المسانده واجبه لمنتخبنا الوطني بكره. عندنا ماتش صعب، ماتش مهم. هتقول لي يا عم اسلام انت بتقول ايه، ماتش مهم وماتش صعب ايه ده، احنا ده اسمها جزر القمر. هي دي الحقيقه يا جماعه، هو ده الواقع. احنا النهارده حلقه الواقع. الواقع الواقع ان احنا عندنا ماتش الساعه 3 الظهر في ظل ظروف صعبه جدا وسفر. لعبت الخميس، سافرت الجمعه، وصلت الجمعه بالليل، سبت وحد وهتلعب الاثنين. فكل الظروف صعبه، لكن منتخبنا الوطني ان شاء الله بقياده الكابتن حسام البدري قدها وقدود، منتخبنا الوطني ان شاء الله يستطيع ان هو يعدي المأزق، وان شاء الله ربنا يكرمنا خلال الفتره القادمه. ناخد بقى بعض اخبار النادي الاهلي سريعا جدا. حمدي فتحي زي ما قلت لحضراتكم النهارده بيظهر في التتش قبل السفر الى المانيا، هيعمل بقى بكره ان شاء الله، هيسافر المانيا للخضوع لجراحه غضروف الركبه. ريني فايلر المدير الفني للفريق حرص على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته قبل ساعات من سفره الى المانيا. وسيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا قعد جلسه مطوله مع حمدي فتحي قبل السفر للاطمئنان على كافه الترتيبات. ايه اللي حصل في تمرينه النادي الاهلي؟ كان هناك تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى اللي كانوا متواجدين، سواء شريف إكرامي أو علي لطفي أو أحمد طارق سليمان، وأيضا كان حمزة حسين متواجد. هذا الرباعي اتمرنوا تمرينة تقيلة شوية مع يانكوم ميشيل مدرب حراس المرمى. زي ما حضراتكم شايفين اهو على الشاشة، يعني واضح مش قادرين يجروا. ان هم ادعكوا يعني، خدوا جامد جدا، مرنوا جامد جدا، وبالتالي مش قادرين يجروا. تمام، فقره للعرضيات والتصويب على المرمى اثناء المران. دايما ريني فايلر بينظر الى الكرات العرضيه والتصويبات، وده واضح جدا في خلال التدريب في الايام السابقه. المالي اليو ديانج زي ما قلت لحضراتكم بقى كان المفروض النهارده بيستكمل برنامجه التأهيلي، واشتكى من اجهاد في العضله الضامه بعد انتهاء مشوار منتخب مالي في امم افريقيا. وهنشوف بقى دكتور خالد بكره هيقول لنا ايه في هذا الموضوع. محمود متولي الحمد لله حالته بتتحسن دائما خلال هذه الفتره، ودايما بيخضع لجلسات العلاج الطبيعي وجلسات في الجيم. فايلر ايضا بيطمئن على المصابين من خلال الحديث مع دكتور خالد محمود للتعرف على مستجدات ملف اللاعبين المصابين في صفوف الفريق، ومعرف بقى كل واحد هيعمل ايه خلال الفتره القادمه. طيب، من اخبار النادي الاهلي لاخبار منتخبنا الوطني الاول. المنتخب بيختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه جزر القمر غدا الاثنين في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون. والله سبحان الله، أنا ما كنتش أتخيل إن أنا في يوم من الأيام أقرأ السطرين اللي أنا هقراهم، لكن هي دي كرة القدم، وهو ده هي كرة القدم الأفريقية بهذا الشكل. يتصدر منتخب جزر القمر قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تحقيق الفوز خارج الديار على منتخب توجو بهدف مقابل لا شيء، وتعادل منتخبنا الوطني مع منتخب كينيا. دكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد هو رئيس البعثة بعد اعتذار الأستاذ عمرو الجنايني. مصر بالزي التقليدي أمام جزر القمر في هذه المباراة وبحضور طاقم التحكيم. أقيم الاجتماع الفني لمباراة جزر القمر ومنتخبنا الوطني،
منتخب مصر هيلعب بألوان العلم المصري الأحمر والأبيض والأسود، في حين سيظهر منتخب جزر القمر صاحب الأرض والجمهور باللون الأخضر بالكامل. منتخب مصر هيتحرك قبل المباراة بساعة ونصف استعدادا لبدء عمليات الإحماء وخوض اللقاء الذي ينطلق في 3 عصرا. كشف مسؤول منتخبنا الوطني أيضا أن هناك إقبال جماهيري على تذاكر مباراة جزر القمر أمام المنتخب الأول غدا طبعا من جزر القمر. دي كانت أخبارنا عن المنتخب. برضو عايز أقول لحضراتكم وإحنا بنتكلم معلومات، لأن الحقيقة في ناس كتيرة ما تعرفش إيه هي جزر القمر. تأسس الاتحاد الوطني في جزر القمر عام 1979 بعد الاستقلال عن فرنسا، وانضم للاتحاد الأفريقي 2003. لم يسبق لمنتخب جزر القمر التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية طوال ال 32 نسخة الماضية. طبعا فاز على منتخب توجو بهدف مقابل لا شيء. في تصفيات النسخة السابقة لكأس أمم أفريقيا تخطى منتخب جزر القمر نظيره من جزيرة موريشيوس في الدور التمهيدي، لكنه تزيل ترتيب المجموعة الثانية خلف المغرب والكاميرون وملاوي برصيد 5 نقاط بعد أن حقق أكثر من مفاجأة أبرزها الفوز على ملاوي والتعادل مع الكاميرون والمغرب. وإحنا بقى بنتكلم مع نجومنا الكبار، برضو هقول لحضراتكم بعض المباريات اللي لعبها منتخب جزر القمر، ولكن هي القيمة التسويقية لكل لاعبي جزر القمر 14 مليون واحد من 10 مليون يورو. أغلى اللاعبين فؤاد بشيرو ولاعب مالومو بيلعب في مالمو السويدي، وفايز سليماني جناح كورتيك البلجيكي، والفيرادو بن محمد لاعب ريد ستار بلجراد الصربي. دول الثلاث لاعبين المميزين جدا في منتخب جزر القمر. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل 3 من نجومنا الكبار: النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار: النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام، خليك يا كابتن. الحمد لله في سلامه. انت بردان؟ لا 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 الحمد لله، الجو برد بس شويه هنا في الاستوديو. النجم الكبير كابتن ماهر امام. كابتن اسلام اهلا بيك، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام كله تمام الحمد لله. النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، مشرف يا كابتن شريف. مشرف كابتن، مشرف يا كابتن شريف. مشيت بقى رايك الحمد لله. حلوه دي سجعه سجعه. كابتن عادل عايز ابدا مع حضرتك النهارده، ايه الفرق ما بين فريق بيلعب بروح قتاليه وفريق بيلعب بدون روح قتاليه؟ عشان كابتن شريف بس انا يعني انا وديتك في حته ثانيه خالص. لا 100 كده يعني انت كده، انا هقعد بقى اسمع ماهر واسمع كابتن عادل وانا مبسوط بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننساش ان الشباب اللي بيمثلونا في الفريق الاول جايين من صدمه اي فريق لازم يتاثر بيها. ايوه، خروجنا من امم افريقيا من دور 16، وكان في جماهير بتؤازر الفريق في 3 مباريات على اعلى مستوى. ما فيش شك ان الاولاد دول متاثرين، وخاصه انه برضو المواقع والصحافه والاعلام طبعا يعني كان انتقدتهم بشده بشده، والاتحاد مشي صدمه كبيره بعد الخروج الافريقي. بعد الخروج وبالتالي الاولاد دول لسه ما تعالجوش نفسيا بالقدر الكافي، لان الجهاز اللي ماسك الفريق دلوقتي بقاله يمكن 15 او 20 يوم. الولاد دول محتاجين شغل نفسي قوي جدا، الى جانب طبعا بعض الامور الفنيه اللي لسه طبعا نتكلم فيها واحده واحده، بنتكلم بشكل عام بشكل عام. فطبعا دي مأثرة. الحاجه الثانيه برضو الروح القتاليه لسه مش موجوده. ليه يا كابتن؟ ما هو ده النقطه اللي انا عايز اوصلها. انا بقول لك مالهاش مبرر، لان الولاد دول ما شاء الله كلهم لعبوا كاس عالم، نجوم كبار، كلهم نجوم كبار، وكل واحد بيلعب لاسمه والباقي لاسم بلده. فما فيش شك انا يعني مع يعني
اللي انا بفكر فيه ان الولاد دول ما لهمش مبرر غير ان هم ما تعالجوش نفسيا من بعد أمم افريقيا اللي احنا طلعنا منها بشكل في ملعبنا عمرها ما حصلت ان احنا نطلع من دور الستاشر وفي ملعبنا. يعني ممكن بره كان ممكن نطلع في الادوار النهائيه ولا لا. انا الولاد دول ما تعالجوش طبعا, ما كانش فيه جهاز موجود, وبالتالي طبعا ما كانش فيه تجميع للولاد دول قبل بعد كده. كابتن حسام البدري يمكن لسه ما خدش الوقت الكافي ان هو يعالج الولاد دول المعالجه النفسيه, الى جانب ان في حاجه ما لهاش فنيه بقى. انا النهارده سمعت انه الاستاد برج العرب شالت النجيله وبيعملوا بقى النجيله. انا بهنيك يا كابتن عادل الحقيقه, لانه استاد برج العرب كان يحتاج للتطوير خلال الفتره القادمه. احنا اتكلمنا مع حضرتك يعني خلينا نقول كده ان استاد برج العرب كان يحتاج الى التطوير خلال, او يعني انا قلت لحضرتك الى تجديد النجيله خلال, قلت لك ان انا ما باصي الكوره لحضرتك. صح, الكوره بتاخد وقت عبال ما توصل لك. صح, بتبقى مجهود, فكانك كان اللعيب بيلعب على الرمل, انك انت بتاخد جهد زياده. حتى الجول اللي احنا جبناه مع كينيا الراجل بيرجعها وقفت سياره. صح, وقفت. انا بقالي سنتين بقول في الموضوع ده. أيوة, حكايه الارض دي واللعيبه عندنا انصابت, حصل لها اصابات بالغه جدا, الا كارتليج ولا الرباط الصليبي ولا رجليه مش عارف حصل فيها امزه. يعني قاعد اتكلم على الارض دي بعد قد ايه تنبهوا. وبعدين لما تيجي تقول لحد كده كابتن عادل يقول لك ايه ما عليه وعليك. ايه يعني المشكله؟ لا مش عليك. لا بص قصه بقى ايه الرد, يخليك تبقى واقف كده ساكت ما تقدرش تتكلم. عليه انا لعبتي لعبت على اعلى مستوى, كلهم بيلعبوا في انجلترا, بيلعبوا في وكلهم نجوم. الاجانب احنا برضو قلنا الحلقه اللي فاتت كابتن شريف ان الملاعب بتاعتنا اتصرف عليها كتير قوي, يعني في افريقيا اتصرف كتير جدا. حته ان انا بساوي الملعب بالليزر دي حاجه سهله جدا ان انا اعملها. فانا سعدت جدا بالخبر ده انه البرج العرب ثلاث شهور مقفول, تتعمل بقى حاجه من الجدر, حاجه مظبوطه, ويبقى بقى خلي بالك برضه كابتن عادل برضه عشان ما نبقاش بنظلم الناس. خلال الفتره السابقه اي مباراه كانت في ايام بتلعب مباراه صبح وظهر, او يعني بنتحمل الظهر اسف الساعه 3 مثلا, ومباراه الساعه 8 بالليل لو تفتكر. كان المصري بيلعب الساعه 3 والزمالك كان عنده ماتش بالليل في افريقيا في برج العرب في يوم واحد, وتاني يوم مش عارف الاهلي بيلعب مين هناك, او فرقه جايه ليبيا بتلعب حد, وفرقه جايه تلعب هناك. قعدت تقريبا لمده سنه كل يوم بتلعب, او معظم الايام عشان ما بقاش برضو بافور الموضوع, لكن قعدت فتره طويله جدا. وانت عارف ان النجيله عندنا هنا فاصل بتبقى محتاجه. برافو عليك, لان دي نقطه مهمه جدا ان انت وضحتها, لان انا بتكلم على حاله الملعب, انما القائمين على الملعب دول ندي لهم تعظيم سلام. كل انديه مصر بتلعب هناك بالظبط, لدرجه ان انت عملت اهلي وزمالك وكانت الميه علو كده في الملعب, فاكر؟ وتلعب عليه في ظل المطر الشديد, وكان الملعب كله طين. فالناس دول المصري بيلعب هناك, الاسماعيلي بيلعب, اهلي, زمالك, وبترو سبورت كله بيلعب هناك, وملعب السلام شالوا الحكايه كلها لمده سنتين. ففعلا القائمين على الاستاد هناك يعني الخطوه اللي هم خدوها الحقيقه نحييهم عليها, وبنشكرهم على الفتره اللي فاتت ان هم تحملوا كل الانديه المصريه. طب انا بقى يتم تطبيق الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي خلال الفتره القادمه, وعندنا ده اسمه استاد الجيش ببرج العرب. استاد الجيش ببرج العرب, وبالتالي احنا عندنا ان شاء الله الامكانيات اللي تقدر. ده مبرر في مبرر ثاني يا كابتن بسرعه, ان الولاد كانوا مسافرين ثاني يوم, وال كل واحد خايف انه رجليه ممكن حد يتخبط, هتبقى مشكله جدا انك انت عندك بتلعب خميس وهتلعب هتسافر الجمعه وهتلعب الاثنين. الاجانب طبعا الفرقه اللي احنا بنلعبها لعبوا علينا نفسيا, معناش فلوس نيجي, مش عارفين ندفع الاوتيل. طبعا كل ده كلام ما يخشش الدماغ يعني, او يعني فتلاقي الاتحاد الافريقي بيدفع, وبعدين سياده الوزير الشباب بيدفع ثمن الفندق اعتقد حسب ما قرينا. فالطالب الى جانب طبعا العنف اللي بيلعبوا بيه, فكل لعيب كان خايف, الى جانب النجيله العاليه دي فعلا بتاثر على اداء الفني للاعبين. ده باختصار يعني. تمام كابتن ماهر, المهاره افضل ولا الروح ولا الاثنين مع بعض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني مباراه مصر وكينيا
لن ترتقي بالمستوى اللي احنا كنا يعني مستنيينه من خلال منتخب مصر بالاسماء صح اللي احنا ذكرناها بشكل كبير جدا. جمهورنا كمان كان مستني اداء يديله ثقه، اداء مبشر. المستوى اللي بين مصر وكينيا مستوى كبير جدا في التصنيف بصراحه، يعني تاريخيا وتصنيف، تاريخيا والتصنيف. الروح القتاليه العاليه ده شعار منتخب مصر طول عمرنا، يعني بالظبط هو المفتاح اللي بيفتح لك بقى اسلام بعد كده. الجانب البدني والجانب المهاري والجانب التكتيكي، الروح القتاليه العاليه. وانا عايز اقول كمان ان منتخب مصر في مرحله انتقاليه من الجهاز الفني للاعبين، انه بيجدد. أيوة. بيجدد. فالجديد ده تملي عايز يثبت وجوده، يعني الراجل اللي بيختار من الدوري المحلي عايز يثبت للناس ان هو فعلا راجل اختيار صح، وانه قادر ان هو يلبس تيشيرت منتخب مصر. يعني المجهود المبذول يا اسلام اللي كان في المباراه من اللعيبه كمان الجدد اللي اول مره بتشارك ما كانش المردود جيد، يعني تحس الناس بتتمشى، الناس حركتها مش خفيفه، ما فيش اصرار وضغط على الخصم. لما تسال على هذا الموضوع، ولا خلينا لما نتكلم، خلينا نتكلم بشكل عام بعد كده نتكلم بقى تفصيلا. الناس كمل يا كابتن. اتفاجئنا بهذا الاداء، يعني العكس بقى لينا. كينيا هي اللي بدات تاخد الثقه، المبادره، راحت بكورتين من اخطر الكور اللي موجوده في المباراه. لو كانوا تسجلوا انفراد كامل كانت هتبقى مشكله، يعني لما براعه ويقظه الشناوي في هذه المباراه. فعايز اقول لك ان معرفش هل احنا فينا عيب في الكره المصريه انك انت لما بتلعب خصم اقل منك تنزل له، الامور بتبقى صعبه، بتنزل له، يعني بتبقى قريب قوي منه من مستواه، وكمان ممكن هو كمان يتفوق عليك في حته الجانب الروح اللي هم اللي كينيا كانت مميزه بيها في هذه المباراه. عكس اسلام لما بتقابل الفرق الكبيره المصنفه زي نيجيريا، زي الكاميرون، زي ساحل العاج، شمال افريقيا، الجزائر، المغرب، تونس، بتلاقي الروح سبحان الله بتتقلب 180 درجه. ف يعني الكابتن عادل اتكلم على مباريات كمان الملعب في حد ذاته ما ساعدناش بشكل كبير، يعني ارضيه الملعب كانت واضحه قوي، بنزحلق في كل كوره، الاشتراك اللي بنشارك فيه مش واخدين الكوره، تحس ان فعلا ارض تقيله علينا في ادائنا، خصوصا ان احنا اتمرنا عليه مثلا تمرينه او تمرينتين مش كافي، لكن كان واضح شكل ارضيه الملعب مش هتساعدك بشكل كبير جدا. أيوة. في الهدف اللي انت بتسعى اليه، يعني الوديتين اللي اتلعبوا واضح ان الارض دي مش مظبوطه ولا اللعيبه قادره تجري بالظبط ولا في اي حاجه. وبعدين كمان حسينا ان دي مباراه ثالثه تجريبيه مش مباراه رسميه هنبدا من خلالها المشوار بتاعنا، محتاجين ثلاث نقاط. فانا عايز اقول ان كل الكلام ده اكيد كابتن حسام ايده في اجندته بعض الملاحظات اللي احنا اتكلمنا عليها، اذا كانت من ناحيه الملعب، من ناحيه الشكل، من ناحيه الاجواء، وفي نفس الوقت هو شعارنا اللي جاي. يعني كل الناس مستنيه ان شاء الله مباراه جزر القمر في حته الروح القتاليه العاليه، وده ده ده الواضح في المنتخب الاولمبي. يعني المنتخب الاولمبي الستارت والشعار بتاعه هو اثبات الوجود والروح القتاليه العاليه، وفرقه معاه بشكل كبير، لان هي حتى اسلام لو انا ادائي الفني دون المستوى لكن عندي روح قتاليه عاليه وبجري وبكافح، سبحان الله ربنا بيفتح لك وبيدي لك على قد المجهود اللي انت بتبذله بشكل كبير. تمام. كابتن شريف، المدرب يعمل ايه؟ كيفيه اثاره حماسه اللاعب؟ انا بس هتكلم في الحاجات الاول الحماسيه، لانه انت قاعد بتتفرج على مباراه، وانا اسف ان انا بقول ان دي حقيقه، انت قاعد بتتفرج على مباراه منتخبنا الوطني الاول ضد منتخب كينيا، زي ما قلت كده، معرفش حضرتك شفته ولا لا، انا كنت قاعد ببقى عامل كده شويه وبعدين عامل كده شويه وببص الناحيه الثانيه، ما بتفرجش على الماتش، ان انا ببص كده وبرجع بلاقي نفس اللقطه هي يعني تتمنى انك تقلب الماتش، بس مش قادر اقلبه لانه ده شغلنا. لما جيت اتفرج على منتخب الاولمبي اتشديت وعمال ايه، يعني لو هو عمال رايح مع الكوره وبجري وبعمل وبتاع ومبسوط طبعا. فكيفيه اثاره الحماسه عند اللاعب خصوصا في ظل ان انت بتلعب باسم بلد كبير؟ بص،
الكباتن اتفضلوا قالوا على حاجات من ساعه بطوله افريقيا الاخيره والفرق بتتفرج عليك برضو يا اسلام. يعني فرق منهم كينيا بتتفرج عليك انت عملت ايه في اخر بطوله دي وعلى ارضك طبعا وبلاعبين كبار ومنهم كانوا موجودين محمد صلاح فيهم وتعتبر يمكن شكل كامل بالنسبه لك او هو ده المستوى الاول بالنسبه لك اللي هو اختاره المدرب اللي كان موجود. المدرب بقى اللي جه في هذه المرحله والوقت ده عشان زي ما انت بتقول انه يبس الحماس فيهم ويبس الطرق الجديده ويعمل شكل ويطلع من الحكايه دي كلها زي ما انت قلت يا كابتن عادل كده ب 7-8% يعني 8 من 10 مثلا 7 من 10 هيبقى له شكل اكيد هيكسب كينيا يعني. انما الحاله حتى توقيت المباراه اللي اتلعبت فيها دي كمان غريبه جدا يعني كانت مع ماتش الثاني بتاع اتحاد افريقي مش اتحاد افريقي كمان عامل لك الماتش في ظروف غريبه جدا. ماتش عندك الساعة 6 وانت ماتشك الساعة 8 كويس منتخب الاولمبي ومنتخب الكبير عندك حتى الظروف اليوم ده ظروف مش لا في جماهير برضو مواكبه ليك ولا في حاجه تدعيمات ولا شكل تحس ان فعلا مباراه وديه احنا رايحين نلعبها زي المباراتين اللي احنا كنا بنتفرج عليهم قبل كده. اتكلمتوا في موضوع الارض اللي انا بتكلم فيه من سنه دي استحاله يتلعب عليها كوره الراجل عبد الله جمعه بياخد الكوره يا ماهر عندي من واحد واثنين وده وفضل ليه واقف واللعيبه بتيجي عليه الناحيه الثانيه. غير كده اي حد بيجي يلعب المنتخب المصري المنتخب المصري واكبه باسم صلاح وتريزيجيه والناس اللي موجوده فيه وحجازي وعلى المستوى الافريقي اسم كبير قوي فبيستناك في الملعب ان انت يحس بيك هو يحس ان انت فعلا متفوق يحس ان انت تقدر تخلص المباراه في اي وقت يعني فبيبقى عنده الشكل الدفاعي اهم حاجه بالنسبه له. انما لما ينزل الملعب ويلاقيك انت ما عندكش اي حلول اللاعب بتاعك حتى ما بيضربش اي خطوط ما عندوش فكر انه يرقص واحد ويجري ويعمل العرضيه عشان يجري اثنين ثلاثه ياخدوا العرضيه فيجيبوا جول ما بيلاقيش اي تالنت موجوده جوه الملعب فبالتالي هديله الثقه هو ويطلع اللعب اللي عنده مظبوط وبيعرفوا ينقلوا الكوره ويجوز الارض اللي هو بيلعب عليها دي تسمح له هو لان ارض كينيا كلها كده وكلنا عارفين واحنا لعبنا في افريقيا وشفنا الاراضي مشابهه جدا لارض برج العرب فدي ميزه بالنسبه لهم هم بيلعبوا على الارض السوفت اللي هي الطريه او اللي دايما فيها مطر اللي هي تقيله فهم متعودين اكتر منك انت على اللي هو العكس بتاعك تماما. فالناس شافتك وراحت راحت الجون زي ما ماهر قال كانوا يخلصونا في اول تايم قبل ما احنا نجيب الجول ثلاث اربع كور راحوا بيهم على الجون كان ممكن يعملوا اي هزه كمان نفسيه تبقى انت اللي بتلحق مش هم اللي بيلحقوك. حتى انت لما جبت الجول خلاص زي ما انا بتكلم فيه فنيا يا كابتن كده انا بتكلم الاول على انا كمدرب وعنده بكره ما انا كنت بشرح لك عنده بكره ماتش الساعه 3 الظهر ازاي يخرج هو كان من بالزبط. الكلام ده كله كويس خلاص هم حطوا نفسهم يا اسلام في وضع اللي احنا لازم نتكلم فيه بقى واقعيا الواقعيا بقى ان انتوا لازم تبقوا عندكم شكل بدني يسمح لكم ان انتوا تبقوا موجودين اي فرقه حتى كسبانه فرقه بره اسمها توجو وجايه بثقه وده من حظكم ان هي كسبانه توجو يعني معاها ثلاث نقاط فمش هتدوس عليك قوي هتلعب معاك ممكن لو خدت منك بونت او كسبتك برده دي بقت بالنسبه لها يعني استثارتهم بالكلام يعني فندم استثارتهم بالكلام استثارت اللاعبين بالكلام لا مش بالكلام بس بوضع مسؤوليه انت النهارده على الاقل يبقى عندك يا اخي شويه كده العالم بتاع مصر ده للولاد الصغيرين خلوه فوق يعني وهم الاولاد دول اخواتكم اللي هيلعبوا معاكم برضو فيهم 8 9 هيكونوا معاكم الفتره الجايه وهيخش عليهم كل الناس اللي متاخره فلازم اللعيبه دي تحس بمسؤوليتها تجاه بلدها ولازم الجهاز الفني كمان مفيش مجامله يا كابتن اسلام انا ما ينفعش انا ابقى كسبان فرقه وفرقتي ماشيه وبحضم وانا عندي شكل على الاقل في عندي بصير عندي بلاي ميكر عندي شكل عندي واحد اسمه تريزيجيه بيلعب يمين وبتنقله شمال وبيحاول يجيب جول وكان هيجيب جول لازم اعمل له سبورت اكتر مش ان انا اشيل اثنين لعيبه من الملعب زي السوليه كويس السوليه الوحيد اللي بيمسك الكوره وبيعدي من بتوع كينيا دول وبيقدر ينقل لك الكوره وواقف على رجله معرفش ازاي تشال ده قفشه مثلا لو مفيش عبد الله السعيد موجود او في قفشه يعني لو غيرت لي قفشه بعبد الله السعيد مش هكلم مثلا يعني هقول والله ده في مهام لازم ماشي واحد فريش يعني يمشي يقدر يبصيلي ده انما تغييرات مش مظبوطه اليوم كله مش مظبوط اخذ اللعيبه للمباراه كانها مباراه وديه زي الوديتين كده سهل علينا قوي ان احنا نكسب وزي ما قال ماهر اول ما بروح لاي فرقه انا حاسس ان انا اكسبها في اي وقت بنزل بيها وبتنزل بيا وكانت هتحصل كارثه احنا كان ممكن يحصل لنا كارثه ونتغلب هنا على ارضنا ودي كانت هتبقى شكل انت لا انا ولا الجهاز الفني اللي موجود دلوقتي ولا الجهاز اللي بعده يقدر يلحقها ولا يقدر يعملها ولا يقدر يحدد
فهي العمليه عايزه فعلا رجاله بكره في المباراه دي تخرجك بمكسب كويس قوي. وبعدها نبقى نيجي نقول ايه لما يكتمل الشكل الكامل بتاعنا وباذن الله نروح الاولمبيات والفرقه يحصل لها الميكس بتاعك بفرقتك الكبيره كلها يبقى في اعداد تانية هنتكلم في نقطه برضك. اسلام كانت بيلجا ليها كابتن حسن شحاته في ثلاث بطولات اللي هم كسبوها جينا بوتريكا وبركات و الاناشيد الوطنيه يعني من ضمن الحاجات اللي كانت الحماس. بصراحه يعني احنا برضك عندنا اناشيد وطنيه بتحمسنا وكان واحنا كان عندنا الشهر اللي فات كان عندنا اكتوبر انتصارات اكتوبر بالظبط انتصارات اكتوبر قبل كده في الشهر اللي فات كان عندنا يعني طول الشهر احنا يعني عايشين في انتصارات اكتوبر العظيم وعبورنا. فبعض الحاجات اللي هي بتحمس لعبتنا لما بتسمع اسم مصر في الاناشيد الوطنيه تلقائي بتلاقي الروح القتاليه يا كابتن عادل اترفعت تلاقي جسمك اشعر بتديك نوع من الحماس نوع من الثقه يعني. فكره مهمه جدا هنتكلم اكتر فنيا بقى داخل المباراه هنتكلم على التغييرات هنتكلم الكهرباء عندنا مباراه بكره هل هيلعب راس حربه ولا مش هيلعب راس حربه ولا مين اللي ممكن يلعب هنتكلم في امور كثيره جدا تخص المنتخب الوطني ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات او اخر استعدادات منتخبنا الوطني في مباراته او قبل مباراته غدا ان شاء الله مع جزر القمر. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. يدخل منتخب مصر الأول مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على منتخب جزر القمر في 3 غد باستاد دي موروني وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تستضيفها الكاميرون. تكمن صعوبة اللقاء في سببين، الأول هو التعادل المخيب للآمال للفراعنة أمام كينيا بهدف لمثله في ضربة البداية باستاد برج العرب بالإسكندرية. الثاني هو تحقيق منتخب جزر القمر لمفاجأة بالفوز على منتخب توجو بهدف من دون رد على ملعب الأخير. يدخل حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله في التأهل لأمم إفريقيا حيث تنص اللوائح على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وفي حال تحقيق نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة في المباريات المقبلة. يواجه حسام البدري أزمة في مباراة الغد أمام جزر القمر ألا وهي قلة الأوراق الرابحة الموجودة معه على دكة البدلاء مما يدفعه للاعتماد على معظم العناصر التي لعبت مباراة كينيا مثل محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه أحمد فتحي أحمد حجازي محمود علاء بينما تتجه النية للدفع بأيمن أشرف للتأمين الدفاعي على حساب عبد الله جمعة في الوسط طارق حامد عمرو السولية أمامهما محمود تريزيجيه بينما هناك مفضلة للدفع بمحمود كهربا في مركز صانع ألعاب على حساب محمد مجدي أفشة الذي يرغب الجهاز الفني في الاستفادة من مهارته في الشوط الثاني كما سيتم الدفع بحسين الشحات في الجناح الأيمن وسط منافسة كبيرة مع أحمد سيد زيزو والاعتماد على مهاجم صريح ألا وهو حسام حسن من أجل مواجهة الأطوال في منتخب جزر القمر في خط الدفاع كما يواجه الجهاز الفني للمنتخب أزمة كبيرة خلال المباراة ألا وهي ارتفاع درجة الرطوبة لأكثر من 75% مما يسبب أزمة إرهاق للاعبين طوال اللقاء ليطلب الجهاز من مراقب المباراة إيقاف اللقاء في الدقيقة 30 لإراحة اللاعبين وتناول العصائر والمياه لمواجهة درجة الرطوبة وطالب اللاعبين بتقسيم مجهودهم خلال اللقاء والاعتماد على تناقل الكرة بين الأقدام خوفا من التعرض للإجهاد والإصابات. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل يعني انا كل ما اجي اسال السؤال ده الناس بتستغرب لكن هي تقييمك لاداء المنتخب الوطني الاول لهذه المباراه لان كل ما اسال حد يقول لي ما يعني ما ماتش برضو هعيد اللي فيه جانب نفسي والجانب بعيدا عن الجانب النفسي بقى هو الجانب النفسي لجانب الاداء الفني اولا التوقيت المباراه
مفيش جمهور موجود في المدرج. توقيت المباراة مع المنتخب الأولمبي، إلى جانب برضو في شوية حاجات في التشكيل لي عليها على يعني. احنا عايزين نتكلم عن التشكيل بقى مش على الحاجات. الكهرباء مكانه مش راس حربة بالظبط، مكانه في الطرف الشمال للفريق، لأن هو يحب دايما يلعب جنب الخط، يحب دايما ان هو لما يخترق بيخترق من مظبوط من الجانب اليمين، ثم بيعمل عملية اندفاع او كسرة كده للداخل، بحيث ان هو يا اما بيمرر يا اما بيسدد. دي الميزة اللي موجودة في كهربا. كنت بتوقع ان حسام حسن مش كويس قوي مع سموحة في الدوري، انه كان قلت حتى في تشكيل اللي قبلها بيوم ان هو ممكن يبقى حسام، يبقى حسام حسن، لانه حتى جايب جول من احلى الاجوال اللي الواحد ممكن يشوفها في اخر مباراه من نص الملعب، وراح واخدها هاف فولي في الـ من حوالي 50 ياردة، حاجه جول من الاجوال الجميله جدا. وسموحه انت فاكر الجول؟ ايوه فاكر. فده يعني جاي لك بمعنويات عاليه جدا. كنت اتمنى ان حسام يبقى موجود، تريزيجيه مع كهربا هيعملوا شكل فيه خطوره من الاطراف. ولا الى جانب حاجه ثانيه، كان ممكن جدا ان انا اطلب من بعض اللاعبين سوء حالة الملعب، وأنا عارف كويس أن أنا اتمرنت عليها مرة، يبقى فيه نوع من أنواع التقارب الخطوط شوية، بحيث أن أنا ما يبقاش أنا بعمل تمريرة 50 متر زي ما الراجل بتاعهم راح عمل تمريرة قصيرة الدنيا وقف الكهرباء راح واخدها وراح جايب بيها جول. يعني حتى اللي هو متعود على الأرض دي في بلده ما قدرش أن هو يظبط التمريرة. حتة الراس الحربة دي اللعيب على طول من الذكاء، لما بيلاقي التشكيل ويلاقي التغيير على طول بيبقى ليه جواه رد فعل، حتى لو انت يعني كلمت مليون تبريرة. انا لما بلاقي تغييرة هجومية على طول بشوف ان المدير الفني بيفكر ان هو عايز يدفع بالفريق الى حالة هجومية اكتر. وضع كهرباء يمكن ما اقنعش بعض اللعيبة، لانه كهربا دي مش حتته ولا عدلته. دي اعتقد انها اثرت على الجانب الهجومي بتاعنا، الى جانب برضو مجدي قفشه ما كانش واخد الحريه الكافيه انه يقدر يمرر، لان برضو هرجع اقول ارضيه الملعب الراجل الحريف او الراجل صانع اللعب بيبقى محتاج انه ياخد الكوره يعمل بيها السبعه والثمانيه وياخدها في اتجاه في عكس الاتجاه، وبعدين بيعمل التمريره عايز يلعبها بين اتنين. لما يكون الملعب مستوي اعتقد بتبقى فيها الدقه اللي اللاعب بيبقى محتاجها. لو هنتكلم على بكره حاجه لحضرتك في بكره احنا لسه. طيب خلاص. كابتن ماهر، ناس كتير اتكلمت على تغيير النني ومجدي قفشه. انت بتلعب منتخب كينيا كسبان 1-0، لسه قدامك وقت، المباراه واضحه، التغييره دي اثرت بشكل سلبي على اداء منتخبنا برضه. انا معاك اسلام، هو طبعا مهم جدا ثبات التشكيل، يعني احنا ما حسيناش ان في ثبات في التشكيل من خلال المباراتين التجريبيتين، فاوريدي في مباراه كينيا الافتتاحيه ما حسيناش بالثبات ده، عشان كده يمكن مجمل اللعب كان فيه عشوائيه بشكل كبير. كابتن عادل اتكلم على الخطوط الثلاثه ما كانتش قريبه من بعض، كان واضح قوي ان احنا ما بندافعش بنظام دفاعي تحت الكوره زي ما كينيا بدات المباراه، واحنا بندافع كل فرقه تبقى تحت الكوره وشايفه الكوره، ويبقى نظام الضغط على الخصم من خلال اماكن الكوره فين. النقطه الثانيه العشوائيه دي خلت في اخطاء واضحه قوي واخطاء ساذجه بالنسبه لمدافعين مصر، يعني لو بنتكلم على عبد الله جمعه ولا حجازي ولا محمود علاء ولا احمد فتحي، دول من خيره المدافعين اللي موجودين في مصر. المباراه دي شفنا اخطاء يعني ساذجه قوي، يعني اخطاء ما يصحش ان لعيب منتخب مصر يقع في هذه الاخطاء اللي بهذا الشكل. النقطة الثانية ان احنا كهربا مش هو ده مكان كهربا، احنا قلنا كهربا لجأنا لبعض الفترات ان احنا نحطه في المكان ده، وكانت بتبقى يمكن ربع ساعة او تلت ساعة، بعد كده دورة مجمعة وكل من كده كلهم مصابين بالظبط، فكان غصب عن الجهاز الفني ان هو يعني اشرق كهربا في هذا المكان. لكن زي ما الكابتن عادل قال، انا كنت شايف ان حسام حسن
اقرب من البدايه كراس حربه وانت تديله الفرصه دي. بالنسبه للنني احنا شفنا النني بعيد عن فترات كتيره جدا، مش هو ده النني اللي احنا اتعودنا عليه، مسمار اللي موجود في نص الملعب وبقاله فتره كبيره جدا ما بيلعبش. وبرده كان التغييره فيها راح تركيا وبيلعب بيلعب على طول يعني قبل ما يروح تركيا لكن قبل ما بعد ما راح تركيا بيلعب هو دلوقتي على طول. يعني بلغه الراجل الشارع القوراجي يقول لك ده فيها مجامله عشان النني وراجل محترف فانا بديله. لا ما ينفعش يا كابتن، هو برضه في حاجه اسمها مجامله على حساب نفسي. بالظبط كده، ده اللي انا عايز اقوله. مجامله، هو شايف ان ده وجهه نظره، ممكن عايز ينشط نص الملعب. لا مش ينشط، بالعكس يمسك الكره في نص الملعب اكتر بس. معرفش، انا بقول وجهه نظر. برضك تغيير قفشه، انت قفشه محتاج قفشه في حته ال 10 البلاي ميكر اللي بيقدر يفتح لنا ثغرات، يقدر يعمل تصويب على مرمى، يقدر يخترق بشكل فردي. برضك الاستعجال يمكن في التغيير بشكل يعني يخترق لمين يا نعم يخترق لمين يعني قفشه هيخترق لمين ولا يدي لمين؟ هيلعب لتريزيجيه، واخد بالك، هيلعب لحسين الشحات، هيلعب لكهربا، هو نفسه كمان هيروح. دول ريمارك، دول ناس ممسوكين. الناس اللي انا هديهم دول، انت عايز سويتشات، خدت بالك؟ هم كمان لازم يساعدوه. ما انت خد بالك السيستم اصلا في الاسلوب اللي بيلعب بيه بتاع 4-2-3-1 ده صعب قوي، انك يعني انت بتلعب كينيا وبتلعب على ارضك هنا وفي ارض زي دي، ها، ولسه بتبحث ان خمسه عندك يبقوا في ملعبك انت وفاصل ثلاثه من هناك، عايزهم يبقى سوبر بلايرز يترجموا اي حاجه ويغربلوا فرقه كينيا اللي هي بتلعب بسبعه ورا في اول ما ابتدت معاك، وانت عايز بالثلاث لعيبه دول وقفشه هنخلص المهمه كلها، صعب قوي. حتى لو معاك محمد صلاح، لا انا معاك يا شريف. وبعدين كمان عبد الله جمعه ما ساعدناش يا كابتن عادل في الانطلاقات الخلف تريزيجيه والجبهات اللي احنا اتعودنا عليها. يعني انت النهارده حسام وهو في التكتيك بيلعب بطريقه 4-2-3-1 بيعتمد في هجومه على الاختراقات من على الاطراف. ما شفناش احمد فتحي مع حسين الشحات ودول يعني في النادي بيعملوا الكلام ده بشكل ايجابي. الشوط الاولاني 5-6-7 انطلاقات، الشوط الثاني 5-6-7 انطلاقات، من كرسات عرضيه، من اختراقات، من تصويبات على مرمى، في هدف ما حسيناش بيهم. في هدف، فانت كمعيبه ما ساعدتش الجهاز الفني. بص يا اسلام، في خطوط عريضه بالنسبه للجهاز الفني كابتن عادل استاذنا، انت بتقولها للعيبه في الواجبات التكتيكيه، لكن في مرونه تكتيكيه للاعب نفسه بقى. يعني انت لعيب دولي النهارده بيقول لك اخترق من ناحيه الشمال، انت ليه ناحيه اليمين اقرب؟ خش ناحيه اليمين. يعني المرونه التكتيكيه للاعبين ما حسيناش بيها في المباراه دي، ما كانتش موجوده يعني. تمام كابتن شريف، ايه اللي مش عاجبك من الناحيه الهجوميه؟ مفيش هجوميه خالص. انا مفيش تدعيم، انا بكمل مع مار. السؤال اللي هو عايزه. لا انا مش شايف حاجه خالص، انا بكمل لمار بقى. انا ومار قاعدين نقول لك ايه، ومار يا عيني عايز اللعيبه، وانا وكلنا بنتمنى اللعيبه يلاقوا سبورت. مفيش تدعيم سبورت حتى من ناحيه اليمين مع حسين شحات. وحسين شحات ما هو لما يجي يستلم الكوره هيبقى في واحد في ظهره، وبعدين احنا كلنا بنستلم الكوره ازاي؟ كده يعني، مش وشنا بجنب للكوره، لا على طول قبل ما بنستلم بطء في التحضير عن طريق الارض طبعا وعن طريق تحركات اللعيبه، كشاشان اللعيبه من الانطلاقات اللي انت بتتكلم عليها مار واللي احنا كنا نفسنا نشوفها. ليه بنشوف الفرق الزمالك وبنشوف الاهلي وبنشوف كل فرق شغاله الاطراف عندهم كويسه قوي، العلاقه بين اللعيبه وبعض، لعيبه حافظه الاثنين بيعملوا ايه وجري بيفتحوا لبعض ويعملوا عرضيات، وفي مصطفى محمد هنا، في رمضان داخل عكسي مع وليد مع ازهر، ومع في حركه في شكل مدربين هناك رسمين خطه هدف ان هم هينزلوا في المباراه دي يحققوا المباراه. وساعات بيقابلوا مباريات ايه يا اسلام؟ الزمالك مع الاهلي مثلا، السوبر بطوله، فلازم يبقى عنده شكل وانياب. انت عندك اول ماتش ليك في البطوله الافريقيه، اول ماتش ليك في المهام بتاعتك، لازم يبقى لك شكل. احنا هنبعد خالص يعني، انا بكره هروح العب برضو جزر القمر 4-2-3-1 باي هدف باي سبب، ان انا اخلي السوليه وطارق حامد موجودين في الملعب ليه؟ ما انا هكسب امتى؟ ايه اللي يخليني اعزل اتنين لعيبه عن بقيه اللعب؟ لازم تتخيل وتتوسم ان السوليه ده هيبقى السوبر، هو وقفشه كويس المكملين للثلاثه اللي قدام، وده مش هيحصل. انك انت ما تعرفش ظروف الارض اللي انت بتبقى عامل فيها ايه، الشكل اللي انت بتروحه هتلاعب مين، الفرقه اللي هي كسبانه توجو دي شكلها ايه طبعا، وانت رايح معاها 3 بونت يعني عندك شكل برضو كشان شويه، شكل التحكيم، شكل الجماهير اللي انت بتتمنع منها وتتحرم منها، عندك كل حاجه. لازم تطور نفسك، اسمح لي، الاسلوب اللي احنا بنلعب بيه ده ما ينفعش في الكوره خلاص. اسلوبنا بتاع، وكنا بنتكلم على كوبر، نقول كوبر مش عاجبنا، ما هو ده كوبر.
كنا بنتكلم على غفيري وما اعرفش ايه ونقول ده بس هو كوبر ده كوبر هو ده نفس كان عنده الشاك. كان عنده سيستم دفاعي واضح واضح هو يعني الراجل وكان بيعتمد على فكره كوبر معاه ايه كوبر معاه سكيوز كمان معاه اذن سماح كارت يعدي بيه محمد صلاح في عزه من سنتين فات ولا من ثلاث سنين السوبر بلاير اللي بيطير بيقدر يعمل له اي حاجه وبيعتمد عليه بصراحه بيعتمد عليه في الكونتر اتاك عشان يبقى اساس حتى النني اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي كان عنده مهام على طول اول ما يسيب الكره يروح لا التصويب شايف صلاح عنده هدف احنا ما عندناش هدف دلوقتي في التحضير ولا اي حاجه غير ان الكره تطلع سليمه وتروح لزميلك كل اللي انا شايفه في الملعب حتى ضرب الخطوط حتى اللعيبه اللي عايزه تعمل كده ما عندهاش سبورت من اللعيبه الثانيه فاحنا لازم نتكلم الكلام ده يجوز الناس تبقى حاسه او اللعيبه يمكن هي تترجم لنفسها لعبوا ب 4 2 3 1 4 3 3 4 4 2 يعني اللعيبه نفسها ترجم لنفسها التحركات اللي هي احمد فتحي ده لازم يبقى مع حسين الشحات في كل كوره تترد يبقى طارق حامد ده ناحيه اليمين وسوليه بنفس القصه والناحيه الثانيه من ناحيه الشمال لازم عبد الله جمعه ده بيقول على طول اشوفه وينج ليفت ما بيشوف دي الجناحات الطايره اللي هي تعمل لك عرضيات تجيب جول نلعب باب كهربا راس حربه نلعب حسام حسن نلعب باي حد احنا عايزين تواجد احمر جوه نلعب بالاثنين 18 نلعب بالاثنين تلعب باي حاجه عندك هدف واحد ان كده لازم تكسب ما دي مباراه مصريه اكنك انت رايح لما هتروح تاخد بونت تاني تتعادل هناك يمكن هدفك مش بطال واكسب عندي 3 يبقى 5 ونرجع ونطلع التانيين ونعمل السيستم انت لازم يبقى عندك انياب وعندك شخصيه بتاعه اسم مصر الكبير اللي انت بتلعب بيه واللعيبه دي لازم تبني لنفسها كمان انت مش هتشوف منتخب مصر ده تاني انت عندك عيال طالعه من تحت 23 سنه دول نار ابو الفتوح و كريم العراقي كويس وعندك لعيبه في نص وبيكهام وناتي محمد. وعبد السلام ومصطفى مصطفى محمد طبعا الاشاده كلها بيه صلاح محسن كمان لو ربنا بارك له كان هيخش براس حربه الحكايه برده بتيجي مع لعيبه ساعات بتقف شويه انما لعيبه عندها امكانيات انها تجيب وعندها تاريخ انها تخش انت مش هتلاقي مكان ليك اصلا انت خلاص سنك كبرت انت بتجي لك فرص رهيبه دلوقتي انك انت تبقى موجود وبتمثل نفسك دوليا ده مين تقول لي مين كل اللعيبه اللي هي بتلعب دي تقول لي مين بقول لك انت لو عايز تلعب تاني انا بقول للعيبه اللي هي دلوقتي عندها فرصه ان هي في منتخب مصر والراجل حسام البدري اداك الفرصه انا اقول لك اللي اقوله لك في المحاضره كنا كابتن عادل كنت بتقول لنا اللي بتوع في الناشئين كنت باخد الكوره من الباك ليفت اروح بيها على الجول كنت بتقول لي اعمل كده انا شايف الملعب وانا اللي حاسب الملعب وانا الادارجي بتاع الملعب انا لا بقى ادي المسؤوليه على الكوتش الكوتش احاسبه في تغيير زي النني احاسبه في حاجات كده شايف رؤيه الملعب شكله ايه يمكن زي ما قال اسلام انا الراجل عايز يعمل يعظم نص ملعبه شويه شايف الدنيا فيها خلل هو فكر في الاخر عايز ياخد ثلاث نقط راح الراجل الثاني عامل له كوره مرجعها له ورا رد جميل للكره اللي رجعت الناحيه الثانيه اليوم مش حلو لازم احنا بقى نطمع ولازم اغير جلدي كمان انا لازم اشوف فرقتي تلعب 4 1 3 يعني فاهم ازاي مش 4 2 3 4 لا انا هلعب 6 ورا مصر تلعب 6 ورا ماتش كينيا اقوى فرقه 6 ورا ولكن اقوى فرقه في افريقيا كل ده يعدله اسلام انا السوريه شفته انت الروح القتاليه العاليه واخد بالك تعود مره تانية لمنتخب الشباب انا التعليمات بتفرق معايا يا ماهر ايوه ما التعليمات انا لما حضر انا اثنين على خط انا فضلت سنين بلعب حسام عاشور وعمرو السوليه كويس وعندك بقى اللعيبه اللي في عزها عبد الله سعيد ومش عارف مين وكله كان سليم في ناس تقدر تشيلك دلوقتي ما فيش حد يقدر يشيلك لازم اغير لازم اطلع انا بحاجات كتيره جدا ابقى عامل حتى للعيبه محفظها انه ما يكشش طيب عشان عندنا ماتش بكره هنعمل ايه يا كابتن يعني في ماتش زي ده هتغير مش هتغير لياقه بدنيه مع حضراتكم قلتوا لنا قبل كده ان لا ما فيش حاجه اسمها ده هم يومين لياقه بدنيه ايه وبتاع ايه مش هيقدر يعمل حاجه خلص ماتش الخميس من الارض اللي كان بيلعب عليها خلص ماتش الخميس الجمعه الصبح اتكل على الله سافر جزر القمر وصل الجمعه بالليل او الجمعه على التمرين خد تمرينه خفيفه السبت والحد تمرينتين خفاف ما اعتقدش فيهم حاجه الاثنين الماتش الساعه 3 الظهر هيعمل ايه يعني نبشر الناس شويه ان الملعب اللي هيلعبوا عليه بكره ملعب جديد وعشب طبيعي هم اول تمرينه اتمرنوا على نجيل صناعي امبارح اتمرنوا على الملعب لسه بيفتتح واعتقد انه النجيله رائعه فالملعب ان شاء الله هيبقى في صالح ماشي الحاجه الثانيه الفرقه بتلعب كوره عندهم 22 21 محترف
عندهم قيمه تسويقيه معقوله لعلمك 14 مليون وشويه 14 مليون فرقة يورو يعني. حتى في التصفيات عاملين نتائج كويسه مع فرق كويسه سابقه مع ملاوي والمغرب. وبعدين الـ الـ المعلومات ان الولاد المحترفين دول في فرنسا في هولندا في صربيا في بلجيكا في السويد في رومانيا يعني في دول متقدمه في الكوره. فالتاريخ والحاجات دي هنبتدي ايه ناخد بالنا منه شويه لما نيجي نتكلم على التاريخ اسطوب. لا افريقيا دلوقتي طالعه في فرق بتلاقي تنزانيا موريتانيا والحاجات وجنوب افريقيا الحاجات دي قشقر عامله مفاجاه كبيره في كاس الامم الافريقيه مصر شفت شفت بتكسب المغرب في المغرب وشفت انجو وشفت الكونغو يعني فجزر جزر القمر دي اعتقد انه هيبقى ماتش ان شاء الله هنكسبه وهنكسبه مرتاح باذن الله تعالى لان الولاد هيحسوا انه الظروف بتاعه الماتش كل حاجه كانت ضدك مفيش جمهور ملعب توقيت المباراه الجانب النفسي اللي احنا اتكلمنا عليه ان انت جاي من امم افريقيا في حاله معنويه وبعدين مفيش جمهور وهم شايفين ان الجمهور كله في الاستاد يعني مفيش الاهتمام الاعلامي حتى بيهم الجانب النفسي مع الجانب الفني مع الملعب مع 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 طبعا الجانب الفني برضو قلنا كهربا وبعدين النني برضو انا زعلان منه لانه وهو نازل تحس ان هو مش نازل كده بالقوه اللي احنا متعودينها من النني يعني حتى الجول التعادل اللي جه فينا نتيجه تمريره خطا منه ومش التمريره اللي هي انا كراجل هاف ديفندر ان انا العبها دايما لما انا بلعب الكوره للورا ابقى يعني عارف كويس قوي يا اما بلعبها لحجازي يا اما بلعبها للشناوي ارجع للشناوي انما وسط كده ما ينفعش يا اما بلعبها على الاطراف انما العبها بالطريقه ديت فانا حسيت ان هو زي ما يكون هو كان زعلان انه كان قاعد لانه من الماتشات القليله قوي انه يبقى قاعد او مش عايز يلعب الماتش هو ما بداش هو زعلان بقاله فتره كبيره كابتن ماهر كابتن شريف ان هو بقاله فتره كبيره جدا اساسي الماتش اول ماتش رسمي يبقى قاعد احتياطي فانا احساسي ان هو كان نازل يعني واخد على خاطره شويه تمام لكن كابتن حسام هيعمل ايه برده بكره كابتن انا بكره أنا عايز اعرف اتمنى بكره الله يكون في عونه برده يبقى مشكله دول. الملعب ان شاء الله محلوله هيبقى في جمهور الحاجه الثانيه اتمنى على كابتن حسام انه يعيد النظر في في في, في راس الحربه خط الظهر ما اعتقدش انه هيلعب لان ما فيش تقصير لا من فتحي ولا عبد الله بس كان في برضه يا كابتن برضه بعض التقصير هو عموما دفاعيا لو هتتكلم دفاعيا صحيح هتتكلم من راس حربه لغايه خط الدفاع الفرقه كلها كانت اتفضل اخد وجهه نظر حتى البدلاء اللي نزلوا مش كويسين يعني حتى اللي نزلوا ال 14 ما كلهم كان يوم مش كويس يوم سيء فاعتقد انه اتمنى ان هو راس الحربه يبقى فيه بيبتدي بحسام حسن الاطراف والسرد باكين والشناوي طبعا وعمرو السوليه مع طارق مع قفشه مع حسام مع تريزيجيه مع كهربا اعتقد ان التشكيل ده حسين الشحات حسين الشحات اعتقد ان التشكيل ده هيبقى اللعيبه حتى تقتنع بيه الملعب هيبقى كويس هم عارفين كويس قوي ان الجمهور هيبقى متعطش ان يشوفهم لانه طبعا هم شافوا رد الفعل القوي جدا لادائهم السيء في ماتش كينيا فطبعا عايزين برضو لانه دي ليهم اسر وعارفين ان بلدهم ليها فضل عليهم وبالتالي اتمنى عليهم على الجهاز ان هم ان شاء الله بكره الحاجه الثانيه والاخيره ان هو بيلعب الفريق اللي هنلعبه بكره ان شاء الله بيلعب 4-3-3 فبيعمل كثافه في وسط الملعب فلابد ان هو يراعي كابتن حسام يراعي الحته ديت الفرقه اللي انا بعتبرها بتؤدي الاداء الممتع فريق زي برشلونه بتلاقي ميسي بيرجع يدافع ورا السرد باك بتلاقي سوريز بيعمل فين بتلاقيه فين بتلاقيه مع السرد باك مع بيكيه في الكرات جريزمان بتلاقيه فين الفرقه الممتازه اللي بتمتعك كوره بتهاجم بكثافه وبتدافع بكثافه يبقى كلهم تحت الكوره ومجرد ما بنفقد الكوره اول ما الكوره بتتمسك بتلاقي بيكيه فين بتلاقيه في السكس يارد ساعات بيطلع بيبقى في السكس يارد يعني هو سيستم يعني أهضل كم سنة احنا مش اقل جوارديولا والناس دي بتلعب بسيستم احنا ما عندناش سيستم لا احنا عندنا بس يعني عندنا احنا ساعات بنبقى بنجلد ذاتنا شويه لا. احنا ولادنا لما محمد صلاح لما خد فرصه كل انديه مصر كانت رافضاه هو صغير راح انديه كتيره جدا ورفضوه نتيجه يعني الولد اللي خد فرصه شوف راح فين
بينافس على كاس احسن لاعب في العالم بعد ما كانت معظم الانديه رافضاه. احنا عندنا السيستم لو اتحط الولاد الاكفاء اللي عندنا على اعلى تمام. مستوى تمام. فدي اللي انا اتمناه يعني ان الجهاز بكره يبقى التوفيق في التشكيل وكل واحد يبقى في مكانه الى جانب طبعا عمليه قرايه الفرقه اللي احنا نلعبها يبقى شاف الماتش اللي فات مع توجو يعرف الفرقه دي قوتها فين ويحط اكيد هيكون شايفه اكيد طبعا. كابتن ماهر جزر القمر فازت على منتخب توجو بهدف مقابل لا شيء، هل ده يؤثر سلبيا على منتخبنا ولا لا؟ لا يعني انا عايز اقول يا اسلام احنا منتخبنا يعني من المنتخبات المصنفه بشكل كبير جدا افريقيا، والنجوم اللي بيمثلوها لعيبه اذا كانوا محترفين في الخارج او في الدوري المحلي انا شايف ان متاثرش بشكل كبير جدا، لان احنا اللي عايز يوصل عايز يبقى بطل لازم يكسب بره وجوه، وده ده 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 شعار المنتخب افتكر من بعد مباراه كينيا ان شاء الله، ده شعار المنتخب الفريق الاول ان احنا باذن الله. مش بكلام يا كابتن ماهر، هو بعد الاداء اللي احنا شفناه ده هل من المتوقع؟ انا برضو عندي مشكله، انا عندي جمعه وسبت وحد الاثنين، هل ايه الحاجه اللي ممكن تخلي المنتخب يتغير؟ هي هو ده اللي عايز افهمه، هي طريقه الروح الناس عايزه تفهمه، الروح القتاليه العاليه دي نمره واحد ديت اللي هتخليني اخش في الجيم عملنا روح القتاليه العاليه. تمام. يبقى عندي الناحيه الفنيه الناحيه الفنيه يبقى عندي توازن زي ما احنا شفنا كينيا بدات اول ما الكره تتقطع كل الناس تحت الكوره. يغير ولا ما يغيرش في التشكيل؟ هيحصل انا احساس هيحصل نوع من التغيير، لان انت في بعض اللعيبه داخل ملعبك تبقى انت محتاج 75% هجوميا وحوالي 25% دفاعيا. حتى مع جزر القمر؟ وانت خارج ملعبك هتبقى العكس، الامور يعني تبقى 60-40. فبعض العناصر ممكن تبقى موجوده من بدايه المباراه، يعني النهارده انت بدات بعبد الله جمعه في ناحيه الشمال، انا شايف ان ايمن اشرف ممكن يخش يجمع بين الاثنين، يعني عبد الله هجوميا في مصر يساعدك بشكل كبير قوي خلاص، لكن دفاعيا ممكن تبقى عنده بعض القصور، فايمن اشرف ممكن يساعدك في الحتتين دول خلاص. المكان الثاني اللي ممكن يحصل تغيير فيه حسام حسن كراس حربه، كهربا يبقى في الجنب اليمين جناح يمين، وهيبقى تريزيجيه في جناح شمال، ده اللي ممكن يحصل فيه تغيير شكل وطريقه واداء لاعبي منتخب مصر. لكن في التنفيذ لازم حاجتين يا اسلام اساسيين في كره القدم الحديثه. ايوه، وانا معيش كوره لازم ابقى تحت الكوره، تحت الكوره، تحت الكوره، وشايف الناس بشكل ايجابي. وبعدين الضغط هنا في حاله الاستحواذ ابدا احضر خطوط الثلاثه للاندفاع للهجوم اللي احنا بنتكلم عليها، الجمل التكتيكيه بقى يا اما على الاطراف، يبقى عندك احمد فتحي مثلا مع كهربا في الجبهه اليمين، عندك ايمن اشرف مع تريزيجيه في الجبهه الشمال، اختراقات متنوعه، والهدف منها حته ان انا في الثلث الاخير اقدر اخلخل دفاع جزر القمر، في نفس الوقت يبقى عندي نوع من انواع الكروسات العرضيه اللي نقدر نستغل فيها حسام حسن، لانه حسام محطه من ضمن المحطات بيلعب بدماغه كويس قوي، وبعدين بيقدر يرفع الكوره وبيقدر يساعد زمايله بشكل كبير، فازاي استغل حسام في المميزات اللي موجوده عنده. قفشه لو بدا المباراه برده كرقم 10، محتاجين من قفشه برده يبقى بلاي ميكر يقدر يوزع لنا مجهوده بشكل كبير، يبقى في تصويبات على المرمى. الحاجه الثالثه يا اسلام، الجمل التكتيكيه اللي احنا بنشتغل عليها الكابتن حسام مع الكور الثابته لازم نستغلها بشكل كبير جدا. تمام. نحس كده ان منتخب مصر فعلا رايح ومستمر عشان الثلاث نقاط. تمام. كابتن شريف، ثلاث اربع خمس اصابات هل اثروا بشكل سلبي على المنتخب؟ بمعنى حمدي فتحي، محمد صلاح، احمد جمعه قبل في ليله او في بالليل قبل السفر الصبح اتصاب وطلع من المعسكر، قبلهم كان كوكا، اربع اصابات، هل هي اصابات مؤثره ولا شايف ان هي انا بحاول اوجد بس اي حاجه لغايه ما نشوف بكره ايه اللي هيحصل؟ لا، ورمضان صبحي بيلعب مع منتخب الاولمبي، يعني رمضان صبحي ده كوره لسه، ورمضان صبحي مع المنتخب الاولمبي يعني ماشي، ومصطفى مصطفى محمد، محمد صلاح، مصطفى محمد، دي كلها رؤيه كان مدير فني هيعتمد على كل جهه. بص يا كابتن اسلام، انت حلك، انت قلت في اول ما ابتديت اسئلتك قلت مهاره ولا روح؟ اه كويس؟ صح، لازم الاثنين دول يبقوا راكبين على تبقى فعل مش رد فعل،
يعني انا رايح العب مع جزر القمر لا اقل منك تصنيفا وتاريخا كل شكل محدش ولاعيبتي لسه هتبقى رد فعل واللعيب بيعرف هيبصي لده وده هيعمل فيها ايه ما عندهمش تعليمات من مدير فني انت القدام يعني انا بكره واحد احنا كلنا دلوقتي اتكلمنا عنه قلنا ان ده اساسي بكره في الفرقه من اول مباراه والله ده اللعيب الوحيد في ماتش زي ده اللي يقدر يستلمك الكوره ويدوب رقبته يمين وشمال وعنده الملكه تقول لنا التشكيله يا كابتن من وجهه نظرك التشكيل زي ما هو شوف بس هتغير اسلوب اللعب لا 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 اسلوب اللعب اسلوب اللعب اللي انا مش هلعب ب 4 2 3 1 دي انا ما بعرفهاش انا اللعبه الطريقه دي يعني الطريقه دي ما تودكش على الجول هيغير اسلوب اللعب من الجمعه انت بعيد خالص عن المرمى يا فندم هيغير اسلوب اللعب من الخميس للاثنين في يومين يلعب الفتره الجايه يلعب باللعب لا 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 انت النهارده بكره انت رايح في مهمه رسميه قتاليه هتعمل ايه يا كابتن شريف كابتن شريف هيعمل ايه هغير من اسلوب اللعب الناس اللي هي كانت واقفه بتستلم الكوره وما بتتحركش وما بتعملش سبورت هقول له يا ابني تطلع لقدام كده تقعد معانا انت هنا تطلع الناحيه الثانيه زي ما كنا بنتكلم من دلوقتي ما هو كابتن لازم في تعليمات تحصل فنيه للعيبه يبقوا هم اللعيبه عارفه كل حاجه اللعيب ده بس هل التعليمات دي ما اتقالت لهمش قبل ماتش الله كينيا يا كابتن اسلام لازم ما هو انا لازم اشوف الملعب حاله تحرريه لا لازم اشوف اللعيب ده متحرر كابتن انا شايف لعيب كينيا انا خلينا بس نتناقش براحه على ماك احنا حضرتك بتلعب منتخب كينيا هل تفتكر ان المدير الفني للمنتخب الوطني الاول للمنتخب مصر مهما كان اسمه وحضرتك رايح تلعب منتخب كينيا هيقول لهم اقفوا ودافعوا وما تهاجموش دافعوا ايه يا كابتن اسلام انت لما الكوره بتبتدي من عندك من تحت بتبتدي اتنين من تحت من عندك من نص الملعب ينزلوا يستلموا الاتنين دول على الخط واحد اوريدي الراجل اللي هو البلاي ميكر اللي انت بتتكلم عليه اللي هو قفشه طب حضرتك قبل ما تسلك له الكوره ويستلمها كويس بتبقى الفرقه الثانيه رجعت وبقت عندك سبعه ورا قبل ما تعمل انت تنقل من نص ملعبك للنص ملعب الثاني لازم انت بقى عايز ايه شكل فني متحرر تبص تلاقي الباك ليفت ده فعلا مش مستني الكره يطلع بيها يروح بيها ده هو رايح عشان الكره بتتضم كده عشان تتلعب له الناحيه الثانيه وبتروح ناحيه اليمين بيكون ده رايح بتروح معموله العكسيه عشان الثاني يخش تجمع في حته وتوزع الناحيه الثانيه انا مش عايز اخش اقول لك هو فايلر عمل ايه في فرقه النادي الاهلي لا ما خليك في المنتخب ثانيه واحده لا مهم هم ونفس الشكل ده في الطريقه حرر اللعيبه حرك اللعيبه يا كابتن هم اللعيبه العب بيهم ده الراجل نني ده نني ده مش بصير كويس وراجل عنده فكره عن الكوره ويستلم الكوره وبيلعب كوره كويس عنده طبعا ومصنف طبعا وعالميا الناس بيلعب في اي حته ان انا ازاي اشغل الناس دي واتعب شويه مع الناس دي ان انا افهمهم مفهوم المباراه بتاعت بكره شكلها ايه مفهوم هجومي كله انا النهارده عشان ابقى بلعب يا اسلام وخايف ان انا هتغلب من جزر القمر هناك ما انت لو لعبت كده هتتغلب ما انت لو لعبت بنفس الشكل اللي هو الدفاعي اللي احنا ما عندناش اللعيبه كلها بتجري جنب بعض زي ما انت بتقول تحت الكوره وعنده الكوره وناسي نفسه وناسي اسمه وناسي كل حاجه كل همه ان هو يروح يجيب جول انما انت برضه هنرجع نسيب السنتر فيرود واقف لوحده محطه هجوميه توازن دفاعي توازن هجومي واللعيبه واقفه انت عايز تهاجم وممكن يخش فيك انا جول قدر يخش الله. فيك 15 جون وتعال لو تعرف تجيب 20 جون هات جول بس هو انا لازم عشان اهاجم يخش فيا جوال هو انا لعيبتي قليله هو انت حصلنا في جزر القمر احسن من لعيبه مصر لا طبعا تصنيف خلاص يبقى ايه بقى عشان احلها انا وانت هي بقى شغل خد بالك اصل انا معاك في الكلام اللي انت انا عارف والله انا وانت متفقين بس عايزين نصيغه في صيغه انا وانت عايزين نصيغه في صيغه يعني تتقبل ان هي تتنفذ بالظبط يعني نقدر يعني انا احنا أنا نقدر حضرتك عايزين يعني. ايه انا بحاول ان انا اتناقش معاك عشان الناس يعني اللي عايز اللي بيحب يتفرج عليك بيفهم بنوصل لا وانا ما قلتش لمين روح هات الجون بدماغك وهو بيلعب اخر واحد في الملعب انا بقول وفر للراجل اللي هو هيروح يجيب زي ما انت قلت حسام حسن او اي حد وفر له الدعم وفر له الكرات العرضيه ده احمد فتحي الماتش اللي فات اخر ماتش الكره رايحه ناحيه اليمين الراجل مش عارف يعمل ايه حتى ومش شايف راح عاملها بالعرض راحت رايحه فوق فكمان دي بتحبط اللعيب وبتحبط الفرقه اللي معاك وبتحبط كل حاجه مش لازم يبقى بكره حتى وانا بلعب لازم الفرقه اللي قدامي تحس ان انا عامله ضغط ما بيعدوش خط النص عندي ولا انا غلط يا ماهر انا مش ممكن خد بالك يا اسلام كمان جزر القمر دي جالي ناحيه ثانيه ده خارج ملعبك هتبقى اسهل بالنسبه لنا من هو هيهاجمك فانت النهارده خطوط هتتفتح خصوصا ما حدش يا ماهر بيقدر يهاجمك الا بالطويله طيب محدش يعني بيقدر يعمل عليك اي حاجه لما بيعملك يعني الطويله عشان هو مباراه مهمه جدا هننتظر لغدا احنا بنتمناها بالنسبه لمصر ان هي مكسب بكره ان شاء الله واحنا لن نقبل غير المكسب باذن الله ان شاء الله هو ده اللي تقلل عليه صح بالظبط كده هو ده الكلام المهم جدا يعني نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته غدا بكره الساعه 3 ان شاء الله ظهرا مباراه منتخبنا الوطني مع المنتخب جزر القمر متصدر مجموعه منتخبنا الوطني معلش اعذروني الاقل طبعا تصنيفا وتاريخيا هو جزر القمر عموما ده كان كلامنا عن المنتخب الوطني لازم بصراحه نتكلم ايضا عن المنتخب الاولمبي
وهنلاعب جنوب افريقيا. هنشوف راي خبرائنا ومحللينا الكبار في ملاقات منتخبنا الوطني الاولمبي ان شاء الله ضد منتخب جنوب افريقيا، وان شاء الله الفوز يضمن لمصر التاهل الى الاولمبياد القادمه. نطلع نشوف هذا التقرير عن اخر استعدادات منتخبنا الاولمبي لهذه المباراه الهامه جدا، ونرجع بقى نتكلم سريعا عن المنتخب الاولمبي. بات حلم تأهل لأولمبياد طوكيو على بعد خطوة واحدة فقط، وذلك بالنسبة للاعب المنتخب الأولمبي الذين قدموا أنفسهم بشكل رائع خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، جعل الجميع يشيد بهم، يساندهم تقديرا لروحهم العالية ولرغبتهم الدائمة في رفع اسم بلادهم عاليا في المحافل الدولية. المنتخب الأولمبي لكرة القدم تنتظره مواجهة نارية مساء الثلاثاء المقبل أمام نظيره الجنوب إفريقي على ملعب استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي البطولة، وسط إشادات كبيرة من الجماهير المصرية بعدما تصدر المنتخب مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة بتحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية أمام مالي، غانا، الكاميرون. ويسعى الفراعنة الصغار لحسم لقاء نصف نهائي يوم الثلاثاء المقبل من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول التأهل لنهائي البطولة، الثاني حسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة للمرة الثانية عشر في تاريخ الفراعنة. يراهن المدير الفني للفراعنة على سلاحي الأرض والجمهور لتحقيق حلم التأهل لنهائي البطولة واقتناص بطاقة الأولمبياد، بجانب كتيبة من اللاعبين المقاتلين الذين أثبتوا جدارتهم في دور المجموعات، ظهروا بشكل مميز في المباريات الثلاث. يعكف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على تجهيز اللاعبين نفسيا وبدنيا للتعامل مع الضغوط المصاحبة للمباراة، واللعب على نقاط ضعف المنافس من خلال متابعة مبارياته بالمجموعة الثانية التي احتضنها استاد السلام، مع تحذير اللاعبين من الاستعجال في إنهاء الهجمات. تعهد لاعب منتخب مصر الأولمبي مع جهازهم الفني على حسم التأهل من مباراة النصف النهائي وعدم تكرار سيناريو جيل 2012 الذي صعد لأولمبياد لندن بالحصول على المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها المغرب بالفوز على السنغال، لا سيما وأن الظروف مختلفة وأن الأجواء الحالية وإقامة البطولة على أرض أم الدنيا والمساندة الجماهيرية الكبيرة والروح القتالية للاعبين، هذه الظروف تقدر على حسم الأمر من داخل ملعب استاد القاهرة. المنتخب الاولمبي الحقيقه عمل نفسه بنفسه، يعني المباراه الاولى جمهور قليل، المباراه الثانيه جمهور اكتر، المباراه الثالثه جمهور مالي تقريبا الاستاد. انا متخيل ان المباراه الرابعه ان شاء الله مباراه جنوب افريقيا هنلاقي الاستاد متقفل على اخره ان شاء الله في المباراه القادمه باذن الله. بحاله عاملها المنتخب الاولمبي، وصلوا ازاي يا كابتن اولا للحاله دي وعندهم مباراة صعبة مع فريق قوي مش فريق ضعيف؟ الاتحاد السابق من حسناته وطبعا اللجنة اللي موجودة دلوقتي وفروا لمنتخبنا 18 مباراة ودية. أيوة. ولا منتخب أفريقي لعب مباراتين أو ثلاثة على بعض علشان عملية التجهيز للماتشات. أيوة. فأنت كدولة وزارة الشباب والاتحاد وفروا لهذا المنتخب 18 ماتش ودي في كل أنحاء العالم، في هولندا وفي أسبانيا وفي أمريكا، ما خلاش حتة إلا ما راح فيها، وراح السعودية والإمارات وتونس، يعني ما شاء الله 18 مباراة دي حاجة تعتبر يعني حاجة كبيرة جدا. الحاجة الثانية الجانب الجمهوري اللي انت حضرتك تفضلت وقلت عليه، إنه
الجمهور في البداية في ماتش مالي يعني برضو بيقدم رجل بيشوف الدنيا رجل فيها ايه، يشوف الدنيا فيها ايه، الماتش عدى الماتش اللي بعديه وهكذا. الجمهور حساس جدا، شوف الولاد بيلعبوا بروح، في الإعلام مساند، الجمهور كله مساند، الدولة كلها مساندة، وبالتالي الولاد دول ابتدوا يلعبوا بروح قتالية غير طبيعية. وزي ما قال الكابتن شريف والكابتن ماهر، برضو كابتن شوقي يعني تفوق على نفسه في بعض التغييرات، مش من الحاجة اللي احنا دايما يعني كنا بنبقى متوقعينها. ويمكن احيانا الاصابات يعني ناصر ماهر يا كابتن لما يتعور ينزل عمار يبقى نجم المباراة ونجم المباراة اللي بعديها ونبقى زعلانين قوي. عبد الرحمن مجدي لما نزل كمان، عبد الرحمن مجدي لما نزل ويسدد يجيب الجول، ورمضان يجيب الجول الثاني. فطبعا دي كلها توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، الى جانب الحاجات اللي كلها كانت عكس المنتخب الاول اتأمنت للفريق الاولمبي. نتكلم على ماتش بكره بسرعه، ماتش جنوب افريقيا. الناس دول بيستحوذوا كويس قوي، بيدافعوا كويس قوي، ما دخلش فيهم ولا جول لحد دلوقتي. يمكن في الجانب الهجومي على المرمى في رعونه، شويه، حتى في الفرند لما يبقى في انفراد ولا حاجه تبص تلاقي الراجل ما بقاش فيه عنده كنترول بان هو يركنها بالشكل الفني. لكن في ميزه عندنا وعيب عندهم يا كابتن اسلام، هم لما بيدافعوا الراجل بيروح مدخل الباكين، الباك يمين والباك الشمال، بيخليهم يضموا مع السرد باكين. ودي هتبقى ميزه لينا ان احنا لو بنجمع في حته والكوره اتلعبت في الجانب الاخر، الجانب هتبقى الاخر هتبقى عند مثلا رمضان او عبد الرحمن او صلاح اهو كده، اي حد من الاطراف الباك رايت او الباك ليفت او الفتوح او العراقي وهم بيكملوا هتبقى في منتهى الخطوره، وخاصه ان مصطفى محمد بيجيد الكرات العرضيه. تمام، اتفضل. لا خلاص خلاص عشان ندي فرصه للكباتن. كابتن ماهر، زي ما قلنا المنتخب الاولمبي الحقيقه عامل حاله وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت المباراه القادمه هي مباراه يعني مصرية. ربنا يكرمك تكسب خلاص ضمنت، لا قدر الله لا قدر الله حصل اي حاجه ثانيه لسه عندك فرصه ثانيه، ولكن هتبقى معنويات اقل بكتير. ازاي تبدا المباراه دي في وقت زي ده؟ فانا متخيل ان هيبقى الجمهور مليء الاستاد ان شاء الله، يعني ان شاء الله يا استاذ. طبعا مباراه صعبه وفي نفس الوقت الحمد لله احنا لعبنا الفرقه دي مباراه تجريبيه، فشفناهم قبل كده ده 3-4 مباريات تجريبيه بالظبط، فاحنا مش عايزين هم كسبوا يعني مره واحنا كسبنا مره وتعادلنا مره كده، يعني مش عايزين يعني لازم نحترمها بشكل كبير جدا، لازم نديها اهميه. صح، اسم كبير جنوب افريقيا، كورتهم مميزه، عندهم لعيبه مميزين شفناهم، كوره حديثه بتتلعب. طبعا يهمه هو كمان ان هو ينول من منتخب مصر، لكن من بدايه انطلاق المنتخب الاولمبي يا اسلام والخبرات اللي موجود عليها كابتن عادل شوقي غريب ساعدته بشكل كبير جدا شريف، ان هو يقدر يقود هذه الكوكبه صراحة من اللاعبين المميزين. وجوده مع كابتن حسن شحاته في 3 بطولات اديته ثقه، وصوله هو الاولمبيات المركز الثالث كابتن شوقي غريب قبل كده في الارجنتين بصراحه. فانا شايف ان شوقي يعني بدايه الحماس اللي اضافه لهؤلاء اللاعبين المميزين ده، تحس ان الروح يا كابتن جواه مختلفه، يعني المنتخب الاولمبي تحس. اوعى تنسى دور رمضان صبحي، صحيح المدرب كل حاجه والجهاز، بس اوعى تنسى رمضان صبحي طبعا يا كابتن، لانه قريب قوي من اللعيبه كابتن الفرقه فعلا. صح. ورمضان حديثه يا كابتن عادل لما بيتكلم عن روح الجمهور وان هو عايز ياخد البطوله دي عشان يهديها لجمهور مصر. صح. اللي واقف ورا الفرقه بيساندها بشكل كبير جدا، مش عايزين يغزلوهم ويرجعوهم زعلانين. عايز اقول لك حاجه كمان ساعدت المنتخب ده اسلام مع الروح القتاليه العاليه اللي بيلعبوا بيها، تثبيت التشكيل. يعني هنبص على الثلاث مباريات، كل مصر كانت بتنتقد الكابتن شوقي غريب، انت عمال ما بتغيرش الطريقه ليه، وغير الطريقه وما تغيرش الطريقه، هو كان مصر على الطريقه ولعب بالطريقه في المباريات الوديه وعلمها لعيبته. المباراه الاولى ما كانتش كويسه قوي، وكلنا على فكره انتقدنا بالمناسبه، كل الناس انتقدت الكابتن شوقي في المباراه الاولى، وهو ما عنده كانش عنده مشكله على فكره في هذا الموضوع، لكن ثاني مباراه لا يا جماعه الموضوع اتغير تماما، ثالث مباراه الموضوع متغير، اللعيبه واقفه وعامله شغل كويس وماشيه بطريقه كويسه وعندهم مدرب عنده هدف رمضان عايز يجيب جول. الماتش اللي فات لعب في 3-4 اماكن، برافو عليك يا كابتن، عايز يجيب جول الراجل. كابتن اسلام يعني الماتش الثالث كنا هنا في استوديو وقال لك هنريح الناس كلها. انا قلت لك مش هيرتاح، مش هيريح حد. ايوه صح،
وانت مش هيريح حد. ايوه لان الماتش ده فيه غايه تفرق معاه كتير قوي. وهو وهو ده اللي ساعدنا اسلام تثبيت التشكيل، هو ده اللي احنا بناخد من نتائجه الاداء والروح القتاليه العاليه والمرونه التكتيكيه وتنفيذ الواجبات الدفاعيه والهجوميه. كابتن بمناسبه المرونه التكتيكيه، رمضان لعب في الاول تحت مصطفى محمد ما مشيش، كان امام عاشور باك وينج ليفت او الناحيه الثانيه كان عبد الرحمن مجدي خلاص، او لعب رمضان صبحي جنب اكرم توفيق خلاص، لقى الدنيا مزقه قدام شويه ما وديش ماله، مرجع امام عاشور يمين تحت شويه جنب اكرم توفيق. ما ماشي كابتن. لا كابتن ما هو بيغير برضه الراجل مش قاعد على عينه بره، مش قاعد نايم بره كده ومركز على حاجه. لا في الاخر رمضان عشان ما يتعبش، وان انت هم ضاغطينك وانت محتاج الهجمات المرتده، قام حاطط رمضان راس حربه لما طلع مصطفى محمد، قام حاطط رمضان راس حربه، يعني لعب راس حربه ولعب تحت راسين حربه ولعب جنب اكرم توفيق ولعب وينج ليفت في المباراة السابقة مباراة الكاميرون. بص دي جرأة من المدرب. فانت يا كابتن انت مش مدير فني قاعد ان هو لا شايف عايز يشوف لعيبته وبتعمل يعني ايه كل الشغل اللي بيتعمل في التدريب وفي التكتيك هو في الإدارة الفنية شوقي وراهم. مظبوط. انت عارف لعيبتنا كل 10 دقايق بيحصل نوع من السرحان، فدور شوقي كمدير فني واضح هو جدا ان هو حافظ كل حاجة بيرجعهم تاني. مظبوط. وبعدين عايز اقول لك كمان ان اللعيبة المهارية دي مصطفى محمد ده ساعدته بشكل كبير، ما اعرفش ازاي وحطها بدماغه في التاني يعني هداف. ربنا يحميه ويكمل المشوار. فانا عايز اقول لك كمان ان اللعيبة توفيق في المرونة التكتيكية ساعدته، يعني في الهدف اللي بيتكلم عليه الكابتن عادل كان فيها توفيق بشكل كبير، يعني على عرضة بعيدة وبعدين راح قبل الراجل ونط ولعبها وجهها في الزاويه اللي تطلع من فوق راس الراجل. بالظبط. وليه ما تقولش ان ده التالنت بتاعه والموهبه بتاعته. بالظبط. كمان عايز اقول لاسلام انا بحيي المدربين الانديه اللي هي افرزت لنا اللعيبه المميزه دي، اذا كان الاسماعيلي او الاهلي او الزمالك او وادي دجله او يعني الدوري العام بصراحه امبي بصراحه يعني مصري. كمان عايز احيي سموحه احمد ابو فضوح مدرب حراس المرمى محمد صبحي طبعا. احنا شفنا محمد صبحي حارس واعد لمنتخبنا ان شاء الله الاولمبي والمنتخب الاول. كابتن شريف، هل فكره ان المباراه اللي جايه ان او يعني انت جوه او بره، مش بره لكن انت جوه ان شاء الله بنسبه كبيره، مش بنسبه كبيره خلاص دخلت جوه ان شاء الله، او لسه هتستنى مباراه تانية، هل ده يمثل ضغط على اللاعبين مثل هذه المباريات؟ بص هقول لك ايه، الحمد لله الثلاث تسع نقاط اللي احنا خدناهم والثلاث مباريات اللي احنا كسبناهم دول عمل حاله حب بين الجماهير وبين الجهاز الفني واللعيبه، واللعيبه مع بعض كمان حافظت بعض وحابه بعض جدا وحابه الموقف اللي هم فيه ده، فكل ده باذن الله هيبقى نجاح في المباراه اللي جايه ده خلاص. اللعيبه ما فيش لعيب شفته انا غير انه ميت على الماتش، حتى لو حد زعق في الثاني ولا حاجه بيبقى عشان الكره ما تجيش ناحيه ال 18، ما تجيش ناحيه صبحي، ما تجيش اي حاجه. اللعيبه بقى عندهم هدف واحد ان هم يحترموا اسم مصر والجماهير اللي بتجي لهم دول، ويعملوا قاعده كبيره قوي تطمن الناس اللي رايحه تتفرج عليهم. فان شاء الله لما يبقى الملعب كله رايح ده راح عن ثقه، راح عن اداء الناس دي، راح عن اداء اللعيبه دي صح، راح عن حبهم كلهم في بعض. فلو كملت هو مقتنع، انا بقول لك لو كملت حاله الحب دي وزي ما احنا اشدنا كلنا بجميع الجهاز الفني والاداري وكل الدنيا اللي هي ماشيه مظبوط الحمد لله، وتكمل باذن الله قدام جنوب افريقيا وعندهم تجارب معاها كتير، وانت قلت مرتين ثلاثه منهم ماتش اتلعب على ثلاث شوط فيمكن جت نتيجته وكان فكر كويس بقى، واحنا ايه اللي يعني استكترناها على اللعيبه انها ممكن اي حد يتعور يعني. انما اللعيبه ما شاء الله عندهم الهدف وحابين بعض جدا ومحترمين امكانيات بعض كويس قوي، بقى كل واحد عارف لما هيعمل العرضيه رايحه لمصطفى او رايحه لصلاح او رايح، فاهمين وفاهمين شكل الفرقه. صلاح محسن يعني لو لعب صلاح بتروح لمحمد، صلاح بتاعنا ان شاء الله ربنا يشفيه يعني ويرجع للمنتخب ده. فالحاله الحب اللي جوه دي هي اللي مطمنانا احنا كلنا ان احنا مش هنتكلم في الفنيات كتير. هنا بقى الحته اللي انت اتكلمت فيها، المهاره جنبها روح عاليه جدا الحقيقه، فبالتالي مهاره رمضان صبحي بتبان مع الروح فبيبقى شكل جميل جدا. التصويبات اللي بتحصل على المباراه اللي ما كناش بنشوفها في المنتخب خالص عندنا، بقى في عندنا حاجات كمان بتحصل، الاقي لعيب بيخش جوه وبيشوط ولاعيب بيعمل فولو ولاعيب كل حاجه. وعشان ما اضيعلكش وقت وكمان بنتمنى لهم كل الخير. يا رب نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني الاول سيلاقي غدا ان شاء الله في تمام الساعه الثالثه منتخب جزر القمر متصدر مجموعه منتخبنا الوطني بعد المباراه الاولى وتعادل منتخب مصر مع منتخب كينيا وهزيمه توجو امام
منتخب جزر القمر في اولى المباريات في لومي عاصمه تومو. ده بالنسبه لمباراه بكره. مباراه بعد بكره ان شاء الله اولى المباريات هيبقى عندنا مباراتين. اولى المباريات ستكون مباراه منتخبنا الوطني الاولمبي ضد منتخب جنوب افريقيا، ستقام طبعا في استاد القاهره الدولي في تمام الساعه 5. المباراه الثانيه هتبقى مباراه كوت ديفوار وغانا، هتبدا في تمام الساعه 8. عموما ان شاء الله هنبقى مع حضراتكم على الهواء مباشره يوم الثلاث قبل مباراه منتخبنا الوطني الاولمبي بساعه على الهواء مباشره، هنكون متواجدين مع حضراتكم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن عادل على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر. شكرا جزيلا يا كابتن شريف. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء وحلقه جديده من ملعب الاهلي.